شكرا لك زميلي عبد الله المسلماني، مع جزيل الشكر لضيفيك الفاضلين الكابتن وجدي بوصرصار والكابتن يوسف احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وانسي سادتي ايها النظاره الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اينما كنتم واينما تواجدتم. الى هنا الى استاد ثاني بن جاسم، معقل الفود الغرفوي، الملعب الذي يحتضن في لقاء هذا المساء قمه الجوله الرابعه بامتياز هنا في كلاسيكو المستقبل، على قول الزميل عبد الله المسلماني الكلاسيكو الذي تفتخر به كل الاجيال القطريه، في مباراه قمه بين الزعيم السداوي والرهيب الرياني، مباراه ننتظرها ان تكون كبيره هنا ضمن مباريات الجوله الرابعه، هي المباراه الاوليه في انتظار باقي المواجهات اللي اكيد ننتظر من خلالها اثاره وقوه وشراسه على غرار الجولات الثلاثه الماضيه. السد اليوم في الوصاف بست نقاط من انتصارين وهزيمه واحده، في المقابل الريان في المركز التاسع بثلاث نقاط من انتصار وهزيمتين على مدار الجولات السالفه. من سينتصر على من دون نسيان بأن التعادل والتكافؤ كان بين كلا الفريقين الموسم الماضي 2-2 من بوابة الجولة الرابعة عشرة. هذا والمدرب مولود مذكر، المدرب المغربي الذي أكيد يطمح في أن يقود السد إلى انتصار آخر، لما لا من أجل الوصول إلى الريادة وانتظار تعثر نادي التحيل نادي الطوفان. الريان بقيادة المدرب كارلوس مارتوريل، المدرب المدير الفني للنادي الذي يقود الموسم منذ بداية هذا الموسم، يقود نادي الريان ويطمح في نتائج إيجابية في انتظار طبعا الإعلان عن المدرب الرسمي للرهيب الرياني في فئة الشباب. كارلوس مارتوريل اليوم يدخل بيوسف السيد في حماية العرين، بقية اللاعبين رباعي الدفاع سالم السفياني رقم 16، 3 عبد الله المري، خليفة العبيدلي رقم 5، ركان المري رقم 15، 19 وسيم مطر، 6 مصطفى أبو العلا، خالد الكربي رقم 17 كثلاثي وسط الميدان، حمد المري في الجهة اليمنى كجناح رقم 20، تميم العبد الله كجناح في الجهة اليسرى رقم 10، يتقدمهم المهاجم محمد المري رقم 9 بخيارات المدرب الإسباني المطادور كارلوس مارتوريل. في المقابل ابن السود الأطلس مولود مذكر يدخل اليوم بكريم دي في حماية العرين، بقية اللاعبين محمد المناعي رقم 8، 14 عبد الله عيسى، 2 عبد الرحمن سمير، 12 عبد الرحمن يونس، حمد فرج 17، 27 محمد بشير، 6 عبد الله اليزيدي، 11 احمد السعيد، 19 محمد كمال وحسن راشد رقم 9 في تشكيلة وخيارات المدرب مولود مذكر. مباراة ننتظرها كبيرة يا سادة يا كرام، كيف لا والامر يتعلق بناديين كبيرين على المستوى المحلي وايضا على المستوى الاسيوي. السد بتاريخه الكبير وبألقابه وانجازاته وبأجياله المتعاقبة، والريان بجمهوره وانصاره ومحبيه وايضا بألقابه وانجازاته المتعاقبة في السنوات السالفة، بالتالي مباراة ننتظر منها ان تكون قوية وقوية بين كلا الناديين. السد طبعا على غرار العادة في الجهة اليمنى بقمصان البيضاء، بينما الريان يتمركز في الجهة اليسرى باللون الاحمر، في مباراة يقودها الحكم محمد العبيدلي اللي يساعد اليوم ابراهيم الدوسري، عبد الله انس، بينما يوسف المرزوقي والحكم الرابع وعبد الرحمن الجاسم الحكم المونديالي ومقيم الحكام لهذه المواجهه. كلاسيكو المستقبل ما بين السد والريان. فاول من الجهه اليسرى، السد كما ذكرت حقق انتصارين في الجولات الثلاثة الماضية، أول انتصار كان على حساب النواخدة في الجولة الثانية 2-1، والانتصار الثاني كان على حساب معيذر في الجولة الثالثة بنتيجة 3-2. كرة سداوية انطلاقة تعود من جانب الدفاع، وصلت دائما لعيال الذيب عيال المستقبل، تحضر كرة في الجهة اليسرى، فرصة عن طريق أحمد السعيد، والكرة تصل سهلة للحارس يوسف السيد. السد اللي تعثر في أولى الجولات أمام نادي أم صلال سقور برزان 4-2، في المقابل الريان تعثر أمام التحيل برباعية في الجولة الأولى، ونهزم في ثالث الجولات أمام العربي بنتيجة 4-3. الانتصار الوحيد للرهيب الرياني كان على حساب العميد
من بوابة الجولة الثانية 3-2 في مواجهة شهدت مع مجموعة 5 أهداف. كرة وانطلاقة واصلت دائما في وسط الميدان لمصلحة نادي الأسد عن طريق عبد الرحمن يونس. يحضر كرة لعبد الرحمن سمير، سمير لمحمد المناعي، محمد المناعي ضاعت منه الكرة، تعود ريانية انطلاقة من الجهة اليسرى، فرصة خطيرة والحكم ماذا يقول؟ الحكم يقول ركلة جزاء ريانية، ركلة جزاء للرهيب الرياني. أمان 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 أمان، أي انطلاقة، أي بداية لهذه المباراة. الريان يحصل على فرصة من أجل التهديف، يحصل على كرة من أجل زيارة شباك الحارس كريم ديب. تميم العبد الله هدافهم قناصهم مرعب المدافعين. هو من حصل على ركلة جزاء، هو من كان وراء الانطلاقة، هو من انطلق بالسرعة قبل أن يعرقل من جانب الدفاع. وبالتالي حكم المواجهة محمد العبيدي كان قريب من الكرة، لم يتردد، قال يا ركلة جزاء لمصلحة نادي الريان. هل يضع الري في الشباك؟ محمد المري يضيع، يضيع محمد المري، وتألق رائع من كريم ديب. الله يا كريم كنت ديبا في هذه اللقطة، كيف لا وأنت من أبناء عيال الديب. يبعد الكرة من على الجهة اليسرى، شوف شوف من الجهة اليمنى بعدها، من الجهة اليمنى بعدها، كانت في سبيلها إلى المرمى، ومحمد المري يضيع فرصة كانت سانحة للتسجيل، فرصة كانت سانحة من أجل ترجمة أولى الفرص لأولى أهداف هذه المباراة. الكلاسيكو ينطلق مبكرا، والريان يظهر قوته وجدارته بالوصول، ويظهر أيضا شجاعة وجسارة غير عادية على المستوى الهجومي. تعود الكرة في وسط الميدان، مباراة ننتظرها متحركة لأن الأمر يتعلق بمباراة كلاسيكو. الريان عندما يواجه السداوي لا يحتاج إلى تحفيز ولا يحتاج إلى تشجيع، لأن الأمر يتعلق بالزعيم السداوي. ذات الأمر بالنسبة للاعب السداوي عندما يواجه الريان، فالأمر يتعلق بكلاسيكو ومباراة أجوار ما بين الرهيب والزعيم. كرة من إبعاد سالم السفياني، تلعب من رمية جانبية في الجهة اليسرى، عبد الرحمن يونس يحضر كرة عرضية طويلة انطلاقة من جانب اللاعب رقم 19 محمد كمال. بالمناسبة السد يضم الهداف عبد الله اليزيدي، هداف المسابقة وهداف البطولة حتى اللحظة بخمس أهداف، متفوقا على مواجم ومصلال اللاعب عدنان مصطفى. دون نسيان بأن الرهيب أيضا عنده نصيب بتواجد تميم العبد الله اللي سجل هاتريك حتى اللحظة الثلاثية في البطولة. كرة من الانطلاقة في الجهة اليمنى، سالم السفياني رقم 20، هذا حمد المري يمر، حمد يحضر كرة بينية جميلة عن طريق محمد المري، والدفاع يتدخل ليبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. هذا هو محمد المناعي قلب الدفاع، بينما هذا الرجل، هذا الشاب محمد المري ليضع ركلة جزاء. دعونا نقول كريم ديب هو من تصدى بطريقة مميزة، لأن الكرة كانت قوية وكانت أيضا في الجهة اليمنى، لكن التصدي والبراد كان رائع. تعود الكرة من جديد، ريانية تضيع الكرة، تعود لنادي السد. السد لم يرد بعد، السد لم يهاجم بعد، لم يهدد بعد، لم يصل بعد تحت تعليمات المدرب مولود مذكر. حكم المباراة كان قريب من الكرة، يقول فاول لمصلحة الزعيم في وسط الميدان بعد تدخل اللاعب رقم 16 سالم السفياني. جيل الشباب، جيل المستقبل في مباريات واعدة على مستوى هذه الفئة. أكيد كل عنصر من هذه الفئة وهو شاب في ريعان الشباب يطمح لأن يكون له اسم كبير جدا في دوري النجوم. من هنا انطلقت الأحلام بالنسبة لهذه العناصر الشابة. تصل الكرة من جديد في وسط الميدان، قبل سنة قبل سنتين اللاعبون كانوا طبعا على مستوى في دوري الناشئين. كرة وانطلاقة دائما من الجهة اليسرى لمصلحة الزعيم السداوي، فرصة لتغيير اتجاه الكرة لكن تصل سهلة للحارس يوسف السيد. كرة اللاعب أحمد السعيد، أحمد السعيد من بين العناصر المتألقة رفقة نادي السد، جناح مميز بمقومات كبيرة وكبيرة جدا، منتظر ان يقدم الاضافه من بوابه كلاسيكو هذا المساء. وصلت الكره عن طريق عبد الله المري، يرسل كره عرضيه طويله لم تغادر بعد، تعود سداويه دائما في الجهه اليسرى بعيدا عن احمد السعيد. ريانيه دائما عن طريق من؟ عن طريق عبد الله المري، وهذا خليفه العبيدي قلب الدفاع الايسر في تشكيله كارلوس مارتوريل. مره اخرى ريانيه وصلت دائما في وسط الميدان، تعود للنادي الريان
الريال لأن الدوري الموسم الماضي في المركز السادس أكيد طموحاته كبيرة هذه السنة وهذا الموسم بأن يحقق الريادة لما لا الصدارة والعودة إلى زمن الإنجازات وزمن الاستحقاقات للرهيب الرياني اللي حقق آخر لقب في نسخة 2013-2014 لما حقق الصدارة على حساب الغرافة بينما الزعيم كان حل آنذاك في المركز الثالث. طبعا بالمناسبة السد والريان يعتبران يعني من كبار الأندية على المستوى المحلي في هذه الفئة بالذات، من أكثر الأندية تتويجا على الأقل منذ نسخة 2008-2009 ثلاثة ألقاب لكل نادي. أقول يا سادة يا كرام السد حقق لقب في موسم 2008-2009، عاد وحقق لقب ثاني في موسم 2015-2016، بعد ذلك حافظ على اللقب في موسم 2016-2017، بينما الريان إنجازاته وألقابه كانت في أولى مواسم 2010-2011-2012 وموسم 2013-2014، هكذا هي إنجازات الرهيب الرياني على مستوى فئة الشباب. أقول وأعيد وأكرر اعتبارا من موسم 2008-2009 هكذا تقول الأرقام بأن الريان والسد يعتبران طبعا الناديان الأكثر سيطرة على هذه البطولة وعلى هذه الفئة بالذات. كرة من الجهة اليسرى، ركان المري يحضر الكرة عن طريق وسيم مطر، وسيم يبحث عن المراوغة يعيدها للاعب خليفة العبيدي، خليفة يرسل كرة طويلة تعود سداوية دائما في وسط الميدان، فرصة للتصويب لكن الكرة تصل سهلة للحارس يوسف السيد. مباراة صعبة يا مولود، مباراة لن تكون سهلة يا مذكر لأنك تواجه الرهيب الرياني ذات الأمر بالنسبة للمدرب كارلوس مارتوريل. السد الموسم الماضي أنا الدوري في المركز الثالث، الميدالية البرونزية على مستوى فئة الشباب. كرة تعود من الجهة اليمنى، المركز الثالث السد حققه في مناسبتين موسم 2013-2014 إلى جانب نسخة الموسم السالف. كرة تصل عن طريق يوسف السيد، يحضر كرة في الجهة اليمنى أقرب اللاعبين، حمد المري يحصل عليها لكن الدفاع السداوي يبعدها إلى خارج رقعة الميدان. مباراة أعتقد أنه لو سجل فيها محمد المري هدف مع البداية كنا سنتابع سيناريو آخر، لكن المباراة حتى اللحظة لم تأتي بأوكليا ولم تعطينا كامل أسرارها. السر قادم أكيد فيما تبقى من الدقائق يا رياني يا سداوي، يا إما المباراة لأحد الفريقين أم أنها ستنتهي بالتعادل. طبعا آخر مواجهة كانت بين كلا الناديين الموسم الماضي من بوابة الجولة 14 انتهت بالتعادل الإيجابي، هدفان مقابل هدفين في مباراة كانت رائعة. وبالتالي التكافؤ دائما ما يكون الطابع الأسمى والصيغة الأمثل في مواجهة كلا الناديين. كرة تصل عن طريق أحمد السعيد، أحمد يبحث عن المرور، أحمد ينطلق، أحمد يمر، أحمد يبحث عن التصويب، الدفاع يتدخل، تعود الكرة دائما بلونها الأحمر في الجهة اليسرى في وسط الميدان يحصل عليها وسيم مطر، وسيم يبحث ممكن عن الجهة اليسرى انطلاقة لعبد الله لكن الدفاع يتدخل، لتعود الكرة من جديد في وسط الميدان. صراع كبير جدا، لكن السؤال الذي يطرح نفسه من سيسجل أولا في هذه المباراة ومن سيكون أول الواصلين. كرة من جديد، يوسف السيد يرسل كرة في الجهة اليمنى يسلم سالم السفياني، الريان اليوم يلعب بناش تكتيكي 4-3-3، كرة انطلاقة ريانية، فرصة خطيرة، جول. هذا جنون، هذا فنون، محمد المري يسجل هدف من أروع ما يكون، من أبى ما يكون، اللي ضيع ركلة جزاء قبل لحظات من الآن، الآن يسجل، الآن يهدف، الآن يصل بطريقة مميزة. شوف الانطلاقة، شوف هذا لاعب الصندوق، هذا يعرف طريقه إلى المرمى، يعرف سبيله إلى الشباك. شوف لعاده كيف مواه، كيف راوغ، لمح الثغرة ووضعها بقدمه اليسرى، على يسار الحارس كريم ديب. لم تكن ديبا يا كريم في هذه اللقطة، ضيع ركلة جزاء ليعود ويعيد البسمة للاعبي نادي الريان بطريقة مميزة ورائعة.
محمد المري قلب الأسد في هجوم الرهيب الرياني. الآن يسجل هدف الأول وهدف الأولوية والأحقية الريانية اللي كانت على مدار الدقائق الماضية. الست زيرو والريان هدف عن طريق محمد المري. منتظر أن نتابع رياكشن سداوية فيما تبقى من الدقائق. كرة عرضية طويلة تعود من جانب الدفاع. الست مطالب بتعديل الكفة. الست مطالب بالرد على هجمات الرهيب منذ انطلاقة المواجهة. تقريبا من فرصتين، الفرصة الأولى جاءت ركلة جزاء ضيعها محمد المري، والفرصة الثانية بمهارة رائعة بقدرات فردية استثنائية يسجل كرة جميلة. كرة تصل من جديد في الجهة اليمنى، تحضر عن طريق عبد الله اليزيدي، وصلت لعبد الله عيسى. عبد الله عيسى أقرب اللاعبين رقم 8 محمد المناعي لعبد الرحمن سمير، يطلب عبد الرحمن يونس من الجهه اليسرى الضيق الايسر، يحضر كره في اتجاه احمد السعيد، ينطلق احمد، احمد السعيد، احمد السعيد مصدر السعاده، يرسل كره عرضيه طويله لكن الدفاع يتدخل. تعود الكره من جديد، حكم المباراه السيد محمد العبيدلي يقول نو فاول، لا وجود لركله خطا. تستمر الكره في اتجاه القناص سميم العبد الله، وصل اليها تميم، تميم 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 يمر تميم 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 يبحث عن كره عرضيه بينية لكن تصل سهلة للحارس كريم ديب. تميم العبد الله من الجهة اليسرى ومحمد المري في قلب الهجوم وحمد المري من الجهة اليمنى. هذا هو ثلاثي المدرب كارلوس مارتوريل في هذه المواجهة. بينما مولود يعتمد على الثلاثي محمد كمال، حسن راشد وأحمد السعيد، ثلاثي الذي لم نشاهده حتى اللحظة في هذه المواجهة. كلاسيكو المستقبل وكلاسيكو الزمن القادم بالنسبة لكلا فريقين. كرة من جديد، عبد الرحمن يونس يحضر كرة في وسط الميدان، حمد فرج، حمد، وهذا اللاعب عبد الله اليزيدي يرسل كرة في الجهة اليمنى لكن الدفاع يتدخل عن طريق العميد الكابتن أمامنا عبد الله المري، يبعدها إلى خارج رقعة الميدان. كان أمامنا على الصورة كارلوس مارتوريل. كما ذكرت كارلوس ليس هو مدرب النادي يعني بشكل رسمي، هو المدير الفني لنادي الريان، الرجل الذي يبلغ من العمر 46 سنة، يتواجد مع الرهيب للموسم الرابع تواليا، والرجل الذي يقود الإدارة الفنية لنادي الريان هذا الموسم خلف اللي عارف عوض، مدرب اللي كان قاد النادي الموسم الماضي لتحقيق المركز السادس برصيد 32 نقطة. بينما مولود مذكر أمامنا على الصورة، الموسم الماضي مع فئة الناشئين، وهذا الموسم يتواجد مع فئة الشباب. مدرب خبير عنده من الإنجازات الكثيرة والكثيرة جدا في كل الفئات السنية وعلى جميع الأصعدة. رفقة نادي الأسد، تصل الكرة في اتجاه من؟ في اتجاه محمد المناعي، يحضرها في اتجاه عبد الله عيسى. عبد الله عيسى في الاستلام، يعيد الكرة لمحمد، محمد أقرب اللاعبين، عبد الرحمن سمير، سمير في الاستلام، هدف للصفر حتى اللحظة. أذكر بأننا في اللقاء الافتتاحي لمباريات الجولة الرابعة من دوري الشباب القطري. كرة من جديد عن طريق عبد الرحمن يونس، يعيد الكرة لعبد الرحمن سمير، سمير يرسل كرة عرضية طويلة، استلام بالصدر جميل لمن؟ للاعب محمد كمال، لأحمد السعيد، أحمد السعيد، أحمد السعيد يرسل كرة عرضية لكن الدفاع يتدخل. تصل الكرة مجددا عن طريق عبد الله اليزيدي لمن؟ للاعب رقم 17 حمد فرج. حمد فرج أقرب لاعبين عبد الله عيسى. الست تحس بأنه لا يريد أن يتسرع، يريد أن يصل بطريقته بأسلوبه بناجي بالطريقة التي اعتاد عليها. أحمد السعيد من جديد في الجهة اليسرى، أحمد يستلم، أحمد لاعب مرن عنده قدرات فردية استثنائية لكن الدفاع يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. إذا ما قلنا بأن الريان والست من أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري الشباب، لا يجب أن ننسى بأنه الغرافة أيضا عنده لقب إلى جانب لقب لكل من العربي والسيلية. الغرافة عنده لقبين، حقق لقب في موسم 2014-2015 ولقب في موسم 2017-2018. شميم العبد الله لم يحصل عليه التدخل من جانب عبد الله عيسى. أعتقد يا عبد الله بأنه تنتظرك مباراة صعبة، لأنه الأمر يتعلق بلاعب سريع جدا، لاعب مهاري ولاعب يعني يتنفس الشباك، لاعب يعرف سبيله الى المرمى. تميم العبد الله ينتظر، هذا الاسم جيدا فيما تبقى من الجولات. يمكن يكون ايضا ورقه رابحه للرهيب الرياني في دوري اندر 23
فيما تبقى من الجولات، ولما لا متابعته مستقبلا في قسم الاضواء رفقة نادي الريان. كرة من فاول سينفذها عبد الله عيسى. اكيد عبد الله يعلم بأن المسؤولية ستكون صعبة اليوم. كرة من جديد، عبد الله ضاعت الكرة، تصل عن طريق تميم العبد الله، وكرة بعيدة عن مرمى الحارس كريم ديب. أراد أن يضع على يسار كريم، لكن الكرة افتقدت للدقة والتركيز اللازمين. شوف التمرير، شوف كيف حصل على الكرة، أراد أن يضع في الزاوية البعيدة، والتغطية الدفاعية كانت حاضرة. حتى الزاوية لم تكن كافية، ممكن نقول بأنه تميم العبد الله تسرع نوعا ما، كان بإمكانه المراوغة وأيضا وضع الكرة في شباك كريم. الآن تأتي كرة هي رمية جانبية بعد إبعاد عبد الله المري، كابتن عميد نادي الريان في هذه المواجهة، بينما عبد الله اليزيدي هو عميد نادي السد في هذه المقابلة. عبد الله كما ذكرت هو هداف الدوري بخمسة أهداف. مجموعة من الأسماء تمتلك ثلاثة أهداف إلى جانب تميم عبد الله. الحديث عن محمد الرئيسي لاعب الملك القطراوي، محمد الحسن لاعب الوكرة، أحمد أبو تريكة لاعب العربي، وليد فوزي لاعب التحيل، جاسم المهيري ولطفي ماجر وعدنان مصطفى لاعب أم صلال. عبد الله اليزيدي يتواجد في الصدارة برصيد خمس نقاط أو برصيد خمس أهداف. حكم المباراة يقول أوفسايد تسلل، راية مرفوعة من طرف الحكم المساعد عبد الله أنس الحاضر على مستوى الجهة اليسرى ببدلته الزرقاء. حكم اللقاء محمد العبيدي وحكم الساحة في هذه المباراة كارلوس مارتوريل حتى اللحظة يحقق الأهم في هذه المواجهة، لكن لا زال في عمر المباراة بقية، لا زلنا في أطوار الجولة الأولى، لم ننتصف الشوط الأول حتى الآن. تصل الكرة في وسط الميدان، تضيء تعود، وحكم المباراة يعلن عن فاول. فاول لنادي السد، إصابة ممكن اللاعب أحمد السعيد. سلامات سلامات يا أحمد. حكم المباراة كان قريب من الكرة، لم يتردد، قال بأنه تدخل أعتقد كان من جانب أحمد السعيد. هل أعلن حكم المباراة عن فاول لمصلحة الريان أم أنه أعلن عن فاول لمصلحة الزعيم السداوي؟ على عين أحمد السعيد مصاب في هذه اللحظات، أنين على مستوى رقعة الميدان في انتظار طبعا أن يستجمع قواه من أجل أن يتمم ويكمل ما تبقى من دقائق هذه المواجهة في شوطها الأول. طبعا الموسم الماضي الدوري كان بمجموع 17 فريق، على خلاف هذا الموسم اللي تم من خلاله طبعا تقسيم أندية الدرجة الأولى إلى درجتين ما بين الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وهذه كورة بدرجة مميزة ورائعة عن طريق اللاعب محمد المري لوضعها في شباك كريم ديب بطريقة مميزة، جعلت كارلوس مارتوريل يصفق لهذا الرجل محمد المري. قلت وذكرت الموسم الماضي لعب ب 17 فريق، على خلاف هذا الموسم 10 أندية فقط في صراع من أجل الصدارة من أجل التواجد في الريادة. كرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة نادي الريان، على غرار طبعا ما يحدث على مستوى الفئات السنية المتبقية. كرة وانطلاقة من جانب محمد المري، الدفاع يتدخل، حكم المباراة يقول فاول لمصلحة نادي السد. لاحظوا أن كل الجولات يعني شهدت أهداف. الجولة الماضية الجولة الثالثة شهدت ما مجموعه 28 هدفا، لكن لا أعتقد أكيد بأنه هذا الرقم يعني المحقق الموسم الماضي بالذات. الموسم الماضي اللي تابعنا فيه ما مجموعه 660 هدفا، 660 هدفا على مدار ما مجموعه 128 مواجهة. بالتالي هذا الموسم ستقل المواجهات. كره وانطلاقه في الجهه اليسرى لمصلحه الزعيم السداوي عن طريق احمد السعيد، يرسل كره بينيه انطلاقه، لكن الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل لتصل الكره سهله للحارس يوسف السيد. كره من جديد، خليفه العبيدلي أقرب اللاعبين ركان المري، هل يختار كرة عرضية يعيدها من جديد ليوسف السيد، أقرب اللاعبين ليوسف، يوسف يحضر كرة في الجهة اليسرى. بالمناسبة الريان اليوم يغيب عنه اللاعب عمر عادل اللي كان حاضر مع الفريق الموسم الماضي، لم يخوض ولا جولة اللاعب المصاب. كرة وانطلاقة من جانب تميم العبد الله، تميم يبحث عن التحضير، يحضر كرة في الجهة اليسرى، فرصة لعرضية طويلة في الجهة اليمنى ريانية، ممكن للثاني الأهداف، لكن الدفاع
السداوي في المكان المناسب. احمد السعيد من جديد في الاستلام، كنترول احمد، احمد، لكن الدفاع الرياني يتدخل بكل استبسال وبكل جساره من امام احمد السعيد. مره اخرى ريانية انطلاقه للرايب عن طريق حمد المري. مميز حمد، مميز حمد، كنترول وطريقه الدوران، المراوغه، واضح جدا بانه حمد المري يمتلك امكانيات هجوميه كبيره في تشكيله نادي الريان. خليفه العبيدي اقرب لاعبين، وسيم مطر يحضر كره في وسط الميدان، يستلمها مصطفى ابو العلا، ابو العلا لتميم العبد الله، تميم في الاوفسايد، تميم في المنطقه الغير المشروعه، وبالتالي ركله حره غير مباشره لمصلحه نادي السد. جولة الأولى السد نازم أمام الأم صلال برباعية مقابل هدفين قبل أن ينتفض من بوابة النواخذة نادي الوكرة 2-1، ويحقق الانتصار في الجولة الماضية على حساب ميدر بثلاثة أهداف مقابل هدفين. حصول على أكبر عدد من النقاط هي الغاية الأسمى لكل الأندية الحاضرة في الدوري. كرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة الرايب الرياني، تميم العبد الله يطلب كرة خلف المدافعين، خلف المدافعين، وكرة بعيدة إلى خارج رقعة الميدان، بعيدة عن تميم. انطلاقات تميم، سرعة تميم تجعل المدافع عبد الله عيسى لا يصعد كثيرا، دائما متمركز في الشق الدفاعي في الجهة اليمنى، لأنه في أي لحظة قد يصعد، قد ينطلق تميم العبد الله من الجهة اليسرى، خاصة وأن لاعبي الارتكاز مصطفى أبو العلا ووسيم مطر كلما لمح تميم انطلق في الجهة اليسرى كلما كانت هنالك عرضية طويلة، وبالتالي أحد القوى الضاربة في تشكيلة الرايب الرياني. وصلت عن طريق حمد المري، حمد المري دائما بنفس السيناريو، يرسل كرة عرضية في اتجاه تميم، تميم 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 يحصل عليها، حصل عليها، لم تغادر بعد، ينطلق تميم، لكن الدفاع هذه المرة يتفوق عن طريق عبد الله عيسى. عبد الله عيسى دائما في وسط الميدان لحمد فرج، حمد فرج لمحمد بشير لعبد الله عيسى. ممكن تغيير اتجاه الكره في الجهه اليسرى في اتجاه احمد السعيد، وصلت للدفاع بطريقه سهله. لم نتابع ذلك الفريق السداوي المنتظر بعد استقبال الهدف من اللاعب محمد المري. السد ولا رياكشن حتى اللحظة، ردة الفعل تغيب عن عيال الدي في هذه المواجهة. في المقابل تحس بأن الريان يطمح لإضافة هدف ثاني، تحس بأن الريان يريد أن يسيطر، يريد أن يصل، يريد أن يطمئن على نتيجة المواجهة. إلى متى؟ كرة من جديد، محمد المناعي يحضر كرة لعبد الرحمن سمير، أقرب اللاعبين عبد الرحمن يونس، عبد الرحمن في الاستلام من الجهة اليسرى، عبد الرحمن يعيد كرة لعبد الرحمن سمير دائما في المناطق الدفاعية، تغيير اتجاه الكرة في الجهة اليسرى، تحضير بالراس لأحمد السعيد، أحمد في الاستلام، أحمد، أحمد يرسل كرة عرضية طويلة لكن تصل سهلة للحارس يوسف السيد حامل عرين. الآن نصل إلى الدقيقة 26، والآن ممكن نتحدث عن منعرج مهم في تفاصيل الجولة الأولى ما بين كلا الناديين. كرة دائما لنادي الريان في وسط الميدان، انطلاقة، الدفاع يتدخل، ومحمد العبيدي يقول هو فاول وركلة حرة غير مباشرة لمصلحة الرهيب الريان. شوف التدخل كيف كان بهذه الطريقة من أمام اللاعب رقم 15 ركان المري الظهير الأيسر، بينما طبعا تايم أوت في هذه اللحظات، وقت مستقطع من طرف حكم المواجهة لكلا الفريقين. أكيد مولود مذكر وكارلوس مارتوريل سيستغلان هذا التايمينغ من أجل تقديم التعليمات وتقديم التوجيهات وأيضا النصائح المطلوبة لكل اللاعبين، وأيضا الملاحظات التي دوناها يعني في الدقائق الماضية، خاصة من جانب مولود مذكر، لا أعتقد بأنه سيقدم تعليمات هجومية وحلول إضافية من أجل الوصول إلى شباك الحارس يوسف السيد. كارلوس يعلم بأن المباراة لا زالت في جولتها الأولى، كارلوس يعلم بأن المباراة لم تنتهي بعد، وبالتالي إضافة هدف ثاني أمر مطلوب ومشروط من أجل عدم خسارة النقاط الثلاث من بوابة هذا المساء. ذكر بأنه تحيل ومن يتصدر الدوري آنيا برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 انتصارات، وهو النادي الوحيد بالمناسبة اللي حقق العلامة الكاملة في الجولات الماضية. الحديث عن نادي الطوفان
الكتيبة العسكرية. تحيل بالمناسبة لهذا الموسم ولا الموسم اللي قبل ولا حتى الموسم ما قبل الماضي، قدم يعني أداء خرافي في كل الفئات السنية، في الشباب، في الناشئين، في الفئة الأولمبية، في الواعدين، في الأمل. يعني هناك بصمة لنادي التحيل وهناك عمل كبير جدا على المستوى الفئات السنية، وهذا الأمر اللي سينعكس أكيد أكيد من دون أدنى شك بالإيجاب على الفريق الأول على مستوى قسم الأضواء. كرة من جديد في الجهة اليمنى، من هنا انطلق المعز علي، كرة وانطلاقة دائما في وسط الميدان لمصلحة نادي السد، فرصة خطيرة، وأحمد السعيد بحث عن مباغتة الحارس يوسف السيد، لمح الحارس، نظر إلى الحارس وهو متقدم وحاول أن يضع الكرة من منتصف الميدان. الحديث عن الزئبق أحمد السعيد، كرة من جديد، ريانية في المناطق الدفاعية. طبعا الموسم الماضي كما ذكرت المواجهات تكون من جولة واحدة على مدار 17 جولة، دوري آنذاك كان يضم 18 نادي أو 17 نادي، وكل نادي يلعب 16 جولة، وبالتالي المواجهات الثنائية تكون يعني حاضرة في مناسبة واحدة. كلا الناديين الموسم الماضي تقابلا من بوابة الجولة رقم 14، لكن هذا الموسم ما بين الذهاب والإياب ستتكرر المواجهة في مرحلة الإياب. التعادل كان حاضر الموسم الماضي حتى اللحظة التفوق الرياني، بانتظار الكلمة السداوية فيما تبقى من دقائق المواجهة. عبد الرحمن سمير، عبد الرحمن يونس في التحضير، والكرة بعيدة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية جانبية. كرة من جديد، ريانية في وسط الميدان، تضيع الكرة، تعود لنادي الأسد، استلام جميل، فرصة لتغيير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى عن طريق من؟ عن طريق حمد فرج. حمد يحضر كرة لعبد الله عيسى في الجهة اليمنى، عبد الله عيسى لمحمد المناعي، محمد في اتجاه عبد الرحمن سمير، عبد الرحمن يطلب عبد الرحمن يونس، عبد الرحمن يونس، عبد الرحمن سمير لمحمد بشير، وهذا اللاعب حمد فرج. طبعا حمد الى جانب محمد هما لاعبي الارتكاز في هذه المواجهه بخيارات المدرب مولود مذكر. تصل الكره لحمد فرج، حمد فرج يرسل كره عرضيه طويله في اتجاه احمد السعيد، وصلت من جانب الدفاع اللي يختار الابعاد، لتصل الكره من جديد في وسط الميدان لمصلحه نادي السد الباحث والطامح والراغب في تسجيل اولى اهداف هذه المواجهه، انطلاقه سداويه، لكن الدفاع الرياني يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. بالمناسبة الريان يعني في ذات الجولة الموسم الماضي كان خسر يعني خسارة يعني كبيرة وكبيرة جدا أمام نادي التحيل بسباعية مقابل هدفين. في المقابل السد كان انتصر نتيجة كبيرة جدا من بوابة هذه الجولة، حديث عن الموسم الماضي بستة أهداف مقابل هدف. وبالتالي الجولة الرابعة دائما ما تبتسم للنادي السداوي، بينما جولة الخيبات بالنسبة للرايب الرياني، لكن العكس هو الحال الذي يحدث حتى اللحظة. كرة في الجهة اليمنى لمصلحة نادي الأسد، يسلم عبد الله عيسى، عبد الله حذاري من تميم، يا عبد الله حذاري من تميم، يا عبد الله. كرة وانطلاقة دائما عن طريق حمد فرج، يعيد الله كرة لمحمد المناعي، محمد لحمد فرج. أحيانا يعني سواء الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر لا يكون محظوظ عندما يواجه جناح سريع يحد من إمكانياته خاصة الهجومية، لأنه لا يصعد عادة. كرة وانطلاقة في وسط الميدان عن طريق اللاعب رقم 6 عبد الله اليزيدي، هداف الدوري، ضاعت منه الكرة، تعود من جديد لمصلحة نادي الريان، تضيع الكرة، تعود لنادي السد، انطلاقة، ضاعت من جديد لمصلحة نادي الريان، فرصة لتغيير اتجاه الكرة في الجهة اليسرى عن طريق تميم لعبد الله، تميم في الاستلام، تميم في التحضير لنادي الريان الباحث في هذه اللحظات عن الوصول، لكن الدفاع يتدخل عن طريق محمد المناعي ليبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. 32 دقيقة، هل من مزيد في هذه الجولة الأولى؟ تقدم حتى اللحظة بهدف للصفر لمصلحة نادي الريان، يمكن القول بأنه تقدم يعني مستحق للرايب. تميم العبد الله، ينطلق تميم، تميم تميم تميم، والدفاع يتدخل. محمد العبيدي يقول وجود لركلة خطأ، تنطلق المواجهة من جديد في الجهة اليمنى لمصلحة نادي الأسد، تغيير اتجاه الكرة والدفاع يتدخل ليبعدها لتصل في وسط الميدان. واضح بأن السد يجد صعوبات في اختراق دفاعات نادي الريان في هذه المواجهة. كرة من جديد وصلت، بينية جميلة، الفكرة رائعة من جانب الزعيم السداوي، انطلاقة في الجهة اليمنى، لكن الكرة تصل سهلة للحارس يوسف السيد. أعتقد بأن نادي السد مطالب يعني خيارات هجومية أخرى في العمق
انطلاقات محمد كمال وايضا يعني احمد السعيد يعني مطالب بمجهود اخر الى جانب حسن راشد على مستوى الاجنحه اليونانيسيان. خط الوسط ايضا المطالب بايصال الكرات الى الثلاثي المذكور. كرة من جديد في الجهة اليسرى، تحضر كرة دائما لنادي الريان. انطلاقة، ضاعت الكرة، عادت سداوية في وسط الميدان والكلاسيكو حتى اللحظة بلونها الأحمر للرايب الرياني في هذه المواجهة، مع التذكير بأن هنالك أربع مواجهات أخرى من بوابة هذه الجولة. الوكرة يواجه مصلال تحيل الأهلي قطر الغرافة معيدا العربي. أعتقد بأن كلها مواجهات صعبة، كلها مواجهات تعد بالإثارة والندية. كرة وانطلاقة سداوية، انطلاقة عن طريق أحمد السعيد. أحمد يحصل على الكرة، فرصة لبينية جميلة سداوية، فرصة فرصة فرصة. يوسف السيد في المكان المناسب، يوسف السيد يتدخل ويبعد كرة خطيرة للزعيمة السداوية الأولى في هذه المباراة. شوف ماذا صنع أحمد السعيد اللي قلت قبل لحظات مطالب بالانتقال إلى العمق، انتقل إلى العمق وحضر كرة بينية جميلة، لكن يوسف السيد أبعدها وهي في سبيلها إلى المرمى، أخرج وهي في طريقها إلى الشباك من أجل أن يحصل الرهيب الرياني على ركنية لتضيع بعد ذلك. هذه الكرة طالب من خلال أحمد السعيد عن فاول وكرة سداوية، لكن المتابعة كانت حاضرة من جانب الحكم محمد العبيدي. أعتقد بأن فرصة كانت سانحة للتسجيل. محمد كمال لم يحسن التعامل مع كرة محضرة على طبق من ماس من جانب أحمد السعيد في انتظار أن تتلألأ الجواهر فيما تبقى من دقائق المواجهة. كرة من جديد في الجهة اليسرى من على الخط، بعدها غادرت الكرة بعيدة عن أحمد السعيد، تأتي بركلة مرمى لمصلحة نادي الريان. مجهود كبير جدا أكيد يقوم به اللاعب أحمد السعيد في هذه المباراة، بينما مولود مذكر يستمر في تقديم التعليمات والتوجيهات والنصائح للاعبيه على مستوى رقعة الميدان، لأن النتيجة حتى اللحظة تقول بأن الانتصار الرياني بهدف اللاعب محمد المري بطريقة رائعة جدا، هدف جميل جدا أمانة تابعناه بقدم محمد المري. وعلى ذكر الأهداف هذا الموسم حتى اللحظة الأقوى هجوميا هو نادي طحيل اللي سجل 15 هدف على مدار ثلاث جولات، وهذا الأمر يجعل باقي الأندية تأخذ كامل الحيطة والحذر من جانب نادي طحيل. أقوى هجوم وأقوى دفاع أيضا، على اعتبار بأن طحيل لم يستقبل سوى هدف حتى اللحظة في الدوري، بينما الأقوى دفاعيا هو طحيل، الأقوى أو الأضعف هجوميا هو نادي الغرافة. نعم الغرافة المتواجد في المركز الخامس وأقل الأندية تسجيلا في الدوري، نادي سجل 4 أهداف فقط على مدار 3 جولات، والأقوى أو الأضعف دفاعيا هو نادي قطر إلى جانب العربي ونادي الريان. أندية الثلاث استقبلت ما مجموع 10 أهداف على مدار المواجهات السالفة. كرة وانطلاقة في الجهة اليسرى، تضيع الكرة تعود لنادي السد في المناطق الدفاعية، وبالتالي الإشكالية المطروحة هو أن نادي الريان يستقبل كثيرا إلى جانب أن نسجل 6 أهداف على مدار 3 جولات. كرة وانطلاقة سداوية، فرصة لبينية، تسلل غير موجود، أحمد السعيد، أحمد السعيد، أحمد السعيد، والراية مرفوعة، الراية مرفوعة، تأخر من طرف حكم المواجهة السيد عبد الله انس اللي لمح احمد السعيد في وضعية التسلل. هذه الاعاده، هذه الاعاده اوف سايد اعتقد بانه موجود، وبالتالي الكره تعود ريانيه من جديد في وسط الميدان لمصلحه نادي الاسد. يحصل عليها اللاعب عبد الله اليزيدي، عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله يبحث عن المرور، هو دفاع نادي الريان يتدخل، عبد الله بحث عن اختراق منطقه الخطر لكن الدفاع كان في المكان المناسب. اليساري حمد المري، حمد يحصل عليها، حمد حمد حمد، تمريرات رائعة دقيقة في اتجاه تميم العبد الله، تميم 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 تميم، أوه جول 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 جول، فينومينال 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 هذا الجول،
الطرب تانية، الهم تانية، متاع تانية، تميم العبد الله قناص كعادتي هداف على غرار ما فعل في المواجهات السابقة. شوف كيف السلم، شوف كيف صوب، شوف كيف وضعها في شباك الحارس كريم ديب. الله عليك يا فنان، الله عليك يا فنان، غني واعزف أعدب الألحان. أنت قناص، أنت مشروع مهاجم كبير، وضعها في الزاوية البعيدة وكرة يسأل عليها الحارس كريم ديب، لكن كانت دائرية، كانت صعبة على كريم، وبالتالي ثاني أهداف هذه المواجهة من جانب القناص سميم العبد الله اللي يرفع رصيده التهديفي إلى 4 أهداف مناصفة مع عدنان مصطفى مهاجم الصقور برزان، صقور نادي أم صلال. الآن تميم تكلم بعدما تحدث محمد المري بلغة التهديف، بلغة المهارة الفردية اللي صنعت الفارق في كورتين خطيرتين من جانب الرهيب الرياني اللي يعلن بأنه سيد الأسياد في هذه الجولة الأولى والكلاسيكو حتى اللحظة بلونه الأحمر. السد مطالب بالرياكشن، السد مطالب بالعودة، السد مطالب بالتسجيل، السد مطالب بالتهديف، السد مطالب بالوصول. وأحمد السعيد يحصل على فاول، أحمد السعيد يحصل على فاول على مشارف مستطيل العمليات، هو تدخل غير ناجع من جانب عبد الله المري. شوف أحمد ذكاء كبير جدا، وضع قدمه من أجل أن يسقط عبد الله المري في الفاول وفي المحذور، وبالتالي فرصة سداوية من الجهة اليسرى. السد الآن في سيناريو تسجيل الهدف الأول من أجل تقليص الفارق في هذه الجولة الأولى، والريان أكيد سيدافع بشراسة على ثنائية محمد المري وتميم العبد الله. حتى اللحظة يمكن القول بأن الكلاسيكو مميز بكل ما تحمل الكلمة من معنى، في انتظار أن تكون ندية سداوية في هذه المواجهة. الآن فاول من الجهة اليسرى سيكون في تنفيذه، أحمد السعيد أقصرهم أدقهم في التمريرات، يرسل كرة عرضية لكن الدفاع يتدخل. عبد الله عيسى، عبد الله عيسى في التصويب، والكرة بعد ذلك إلى خارج رقعة الميدان. مولود مذكر في وضع صعب، وضعية صعبة، هزيمة حتى اللحظة بثنائية، والريان يسير بثبات نحو الثاني انتصاراته، وبالتالي تعديل الكفة مع الزعيم السداوي على مستوى العداد الترقيطي. 6 نقاط لنادي السد، الريان حتى اللحظة ب6 نقاط. كرة وانطلاقة في الجهة اليمنى، سالم السفياني يعيد الكرة لعبد الله المري، عبد الله حداري، عبد الله، عاد عبد الله من أمام أحمد السعيد، وصلت من جديد يوسف السيد، محضر كرة لخليفة العبيدلي، هجمة أخرى ريانية، مشروع كرة خطيرة للرهيب الرياني من جديد في وسط الميدان، أقرب اللاعبين في الجهة اليسرى يحضر لركان المري، ركان انطلاقة من جانب تميم عبد الله، انطلق 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 انطلق، ووصل إليها كريم ديب. الله عليك، الله عليك يا تميم عبد الله، مجهود كبير جدا أمانة في الجهة اليسرى، تجاوز من خلاله عبد الله عيسى واخترق الدفاعات قبل أن يجد الحارس كريم ديب في المكان المناسب. عندما تمتلك مهارة فردية وقدرة بدنية رائعة للاعب يسمى تميم ويكنى عبد الله، وللاعب آخر يسمى محمد ويكنى المري، أعتقد بأنه أكيد الأهداف ستكون حاضرة من جانب الرهيب الرياني. حتى اللحظة لا أحمد السعيد ولا محمد كمال ولا حسن راشد يعني استثمرا في الكرات التي يحصل عليها الزعيم السداوي، ويوسف السيد في المكان المناسب. ولو أنه حتى اللحظة أمانة السد تبعناه من هجمة واحدة، يعني فرصة خطيرة واحدة كانت في المباراة عن طريق اللاعب محمد كمال، وانفراد كان بينه وبين الحارس يوسف السيد بتمريرة كانت مميزة أمانة من جانب أحمد السعيد، لم يستثمر فيها جيدا محمد كمال لتضيع فرصة كانت مناسبة ومواتية وملائمة للزعيم السداوي من أجل الوصول الأول في هذه المباراة. 2-0 حتى اللحظة يا سادة يا كرام في كلاسيكو المستقبل، في كلاسيكو جيل المستقبل بالنسبة للكرة السداوية والريانية. سقوط الحارس يوسف السيد سلامات ممكن بعد الارتطام اللي كان بينه وبين مهاجم نادي السد اللاعب محمد كمال، مهاجم الاوحد طبعا راس الحربة في تشكيلة نادي السد اللي يلعب بتشكيلة 4-3-3 على المستوى الهجومي، تشكيلة اللي تتحول طبعا إلى 4-5-1 بعد عودة الخماسي حسن راشد، عبد الله اليزيدي، أحمد السعيد، حمد فرج ومحمد
بشير ليبقى محمد كمال الأوحد على مستوى الشق الهجومي بخيارات المدرب مولود مذكر. الماتادور الإسباني متفوق حتى اللحظة على المدرب المغربي مولود مذكر بثنائية محمد المري تميم العبد الله في شوط أول مميز يصل إلى دقائقه الأخيرة، لكن هل يتمكن السد من تقليص الفارق؟ لأن سيناريو تسجيل هدف في الشوط الأول سيسهل المهمة بالنسبة لنادي السد في مجريات الجولة الثانية. ولو أنه في عالم كرة القدم ممكن تتغير الأمور بشكل كلي وبشكل شامل في 45 دقيقة قادمة في الشوط الثاني، لا يعني أبدا بأن الريان يعني أنهى المباراة، ولا يعني أبدا بأن الريان خلاص انتصر، ولا يعني أبدا بأن الريان خلاص حصل على النقاط الثلاث. ممكن نتابع فريق سداوي آخر في تفاصيل الجولة الثانية. جانب من الحضور وجانب من المتابعين لهذه المباراة هنا في استاد الثاني بن جاسم، ملعب نادي الغرافة، الملعب اللي احتضن السوبر الإفريقي ما بين الرجاء والترجي، السوبر اللي عاد للفريق العالمي نادي الرجاء بثنائية بدر بنون وعبد الإله الحفيدي. كرة من جديد في وسط الميدان تصل دائما لمصلحة نادي الريان عن طريق وسيم مطر. وسيم يبحث عن التحضير لمن لحمد المري. حمد المري ممكن كرة بينية جميلة 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 جميلة. يا محمد ماذا ضعت؟ يا محمد ماذا ضعت؟ فرصة مناسبة وكورة وانفراد من محمد المري، لكن شوف اللوب، هذا اللاعب مميز يا سادة، هذا اللاعب رائع في مواجهة المدافعين، حتى القدرة البدنية تساعد محمد المري في كسب الثنائيات مع مدافعين نادي السد. بدنيا اوكي، على مستوى السرعة ايضا امكانياته كبيرة، وايضا على المستوى الهجومي والسرعة وحدة التهديف بالنسبة لمحمد المري. اضاع كورة وأضاع انفراد من أجل الثلاثية، أضاع كورة مميزة من أجل وصول الثالث في هذه المباراة. هل يندم نادي الريان؟ كورة من جديد لمصلحة نادي الأسد. فالجهة اليسرى، لو أنه ليس دائما الفريق الذي يضيع يندم، لكن عادة الفريق الذي يضيع فرص سهلة يستقبل عادة، يا كذا تقاليد وأعراف كرة القدم منذ الزمن البعيد. كرة من جديد عن طريق ركان المري، يعيد الكرة لخليفة العبيدي، أقرب لاعبين رقم 6 مصطفى أبو العلا، أبو العلا في العلالي مع الرهيب الرياني. كرة من جديد عن طريق عبد الله المري، أقرب اللاعبين سالم السفياني، يسلمها سالم، سالم ضاعت منه، عادت من جديد لمصلحة نادي السد، لم تغادر بعد. اليزيدي هداف البطولة يرسل كرة عرضية تصل سالة للحارس يوسف السي. حتى اللحظة أول هداف يعني بخمسة أهداف، لكن تميم قادم الآن عنده رباعية إلى جانب عدنان مصطفى مهاجم نادي أم صلال. أم صلال اللي يواجه بالمناسبة نادي الوكرة من بوابة هذه الجولة. ثلاث دقائق كوقت بديل لتفاصيل هذه الجولة الأولى. حتى اللحظة التقدم رياني هنا في كلاسيكو فئة الشباب، دوري الشباب القطري. كرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة نادي الريان، عرضية طويلة إلى خارج رقعة الميدان، إلى خارج رقعة الميدان، تأتي بركلة مرمى لمصلحة نادي السد. هذا وتميم العبد الله تصل من جديد، طبعا هو ابن المهاجم والقناص والهداف التاريخي للعنابي تميم منصور. كرة من جديد في المناطق الدفاعية عن طريق من اللاعب رقم 8 محمد المناعي، يرسل كرة عرضية طويلة تعود من جانب الدفاع دائما لمصلحة الزعيم السداوي. هو حكم المباراة يقول فاول لمصلحة نادي السد في آخر تفاصيل ودقائق الجولة الأولى التي تسير حتى اللحظة بانتهائها نحو انتصار الرياني في انتظار تفاصيل الشوط الثاني هنا في كلاسيكو الجولة الرابعة. المباراة الآن في هذه الجولة دون نسيان بأن باقي المواجهات كلها يعني مهمة. لو نذكر مثلا لقاء الأهلي والتحيل، لقاء الغرافة قطر وكرة ومصلال، أعتقد مواجهات كلاسيكية من بوابة هذه الجولة تزامنت.
بالنسبة للأندية العشرة. كرة من جديد من فاول لمصلحة نادي الأسد، يقف على الكرة أحمد السعيد. أحمد السعيد هل يأتي بكرة السعادة وكرة الباجة وكرة البسمة بالنسبة للمناصر السداوي؟ أحمد السعيد الكرة تصد بالحائط، تعود الكرة من جديد في الجهة اليسرى لمصلحة الرأي بالريان، انطلاقة من جانب ركان. ركان المري، ركان يحاول المرور لكن الدفاع يتدخل لتأتي برمية جانبية لمصلحة نادي الريان. أعتقد بأن المباراة خلاص انتهت في شوطها الأول لانتصار الرياني بثنائية. نعيش آخر اللحظات، آخر الثواني، آخر تفاصيل هذه الجولة الأولى. الريان مطالب بالحفاظ على نتيجة المواجهة لملا الإضافة، والسد مطالب بتعديل الأمور وتعديل طبعا الأمور الهجومية بالذات من أجل الوصول الأول في هذه المباراة. أحمد السعيد تعود الكرة من جديد في الجهة اليمنى، سالم السفياني يحضر الكرة في وسط الميدان، انطلاقة دائما سداوية. النادي يحاول في هذه اللحظات أن يصل إلى الشباك لكن هيهات هيهات، من أين المفر ومن أين الممر بالنسبة لنادي الأسد في هذه الجولة الأولى؟ كرة من جديد، خليفة العبيدلي، يوسف السيد. خلاص نعيش آخر اللحظات لتفاصيل الجولة الأولى هنا في كلاسيكو فئة الشباب من بوابة الجولة الرابعة. هي أكيد آخر اللحظات، والصافرة تحضر من جانب حكم المباراة محمد العبيدلي ليوني الشوط الأول بتقدم ريان بثنائية محمد المري وتميم العبد الله. ألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد ربع ساعة من الآن من أجل أن نعيش جميعا تفاصيل الجولة الثانية. كلمة والصوت للزميل عبد الله المسلمان. شكرا لك زميلي عبد الله المسلماني، مع جزيل الشكر لضيفيك الفاضلين الكابتن وجدي بوسرصار والكابتن يوسف احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي اوانسي سادتي، عوده مجددا الى هنا الى استاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافه، الملعب الذي يحتضن قمه الجوله الرابعه بامتياز من دوري الشباب القطري. في جوله اولى انتهت بانتصار رياني بثنائيه محمد المري وتميم العبد الله. في شوط اول انتصر فيه الريان بجداره واستحقاق وبتالق مهاجميه. الجوله الثانيه تبدا بتغييرات من طرف المدرب مولود ذكر، ليدخل محمود سعدون محمد سعدون الكواري رقم سبعه مكان حسن راشد بالفانيلا رقم تسعه، ودخول ايضا سالم الحضرمي رقم 22 مكان الظهير الايسر عبد الرحمن يونس اللي خاض 45 دقيقه اولى. الجوله الثانيه بعدما تغيرت الاقدام وتغيرت الاسماء، هل تتغير في النتيجه من جانب عيال الديب؟ هل يحققون الكامباك ويعودون في تفاصيل هذه المباراه؟ أما أن نادي الريان مطمحه وغايته الأسمى من بوابة هذا المساء تحقيق الانتصار ولا شيء غير ذلك. ماذا قال مولود مذكر للاعبيه؟ وبماذا أوصى كارلوس مارتورين لأقدام عناصره ما بين شوطي هذه المواجهة؟ وليعود نادي السد، هل هو قادر بالأحرى على ذلك أم أن الريان قادر على إضافة المزيد من الأقدام؟ الرأي بدون تغييرات والأسماء كالتالي: يوسف السيد كحارس مرمى، ركان المري، خليفة العبيدلي، عبد الله المري، سالم السفياني، مصطفى ابو العلا، وسيم مطر، خالد الكربي، تميم العبد الله، محمد المري الى جانب الجناح الايسر حمد اللامري. وتشكيله نادي السد تصبح كالتالي: كريم ديب كحارس مرمى، بقيه اللاعبين محمد المناع، عبد الرحمن سمير، سالم الحضرمي، عبد الله عيسى، محمد بشير، حمد فرج، عبد الله اليزيدي، احمد السعيد، محمد كمال، ومحمد سعدون الكواري. وكره ريانيه من الجهه اليسرى لكن الدفاع السداوي في المكان المناسب. مولود مذكر اكيد مطالب باعاده لاعبيه الى رقعه الميدان ذهنيا بدنيا فنيا تكتيكيا من اجل ان يعود السد في تفاصيل هذه المباراه، والا سينهزم السد للمره الثانيه في هذه البطوله. الهزيمة الأولى كانت من بوابة الجولة الأولى 4-2 أمام الصقور برازان، هل تأتي الهزيمة الثانية من بوابة الجولة الرابعة؟ وليكون الانتصار الثاني لنادي الأسد بعد الانتصار الأولي اللي كان على حساب العميد من بوابة الجولة الثانية. وبالتالي كلا الناديين انهزما
في المحطة الافتتاحية المباراة الأولى، الريان أمام الدحيل والسد أمام نادي أم صلال. بالمناسبة بالعودة إلى السيناريو الموسم الماضي، السد يعني حقق نتائج إيجابية في أول أربع جولات، حديث عن ثلاث انتصارات على حساب الشحانية الخور والخريطيات وتعادل أمام فريق الأحلام نادي العربي. في المقابل نادي الريان كانت نتائجه تقريبا كلها إيجابية ما عدا الهزيمة اللي تلقاها أمام نادي الدحيل، انتصر 2-1 على معيدر، 9-0 امام الخريطيات، و 3-1 امام نادي الفرسان نادي الخور. كره من جديد في الجهه اليسرى لمصلحه الزعيم السداوي عن طريق احمد السعيد. احمد السعيد امكانياته كبيره، لم يستثمر حتى اللحظه بشكل جماعي في هذه المواجهه، ولو انه كان وراء الاسيست والفرصه الاخطر لنادي السد كره اللاعب محمد كمال. كره من جديد في وسط الميدان لمصلحه الزعيم، يستلم عبد الله عيسى. عبد الله يبحث عن التحضير، يعيد الكرة من جديد من أجل بناء متجدد لكرة الزعيم السداوي في هذه المباراة. عرضية طويلة عادت من جانب الدفاع، أعتقد بأن الكرة الطويلة ستكون في مصلحة نادي الريان. ضاعت الكرة من تميم، وصلت من جديد في المناطق الدفاعية. تميم طبيعي جدا أن يكون هداف لأنه طبعا ورث الجينات التهديفية من أبوه القناص الهداف التاريخي للعنابي ولنادي الريان الأسطورة منصور مفتاح، هداف العرب في مناسبتين 85 86، والرجل اللي قضى سنوات وسنوات مع الرهيب الرياني هو ابن نادي الريان وتدرج في كل فئاته السنية، واللي خاض معهم بل توج معهم بست ألقاب على مستوى الدوري إلى جانب إنجازات مهمة على المستوى المحلي والقاري. منصور مفتاح أكيد اسم غني عن التعريف، أحتاج إلى أيام وأسابيع وأشهر حتى أكيد أتكلم عن السيرة الذاتية لهذه الأسطورة القطرية. كرة انطلاقة في الجهة اليمنى السداوية، فرصة لتمريرة بينية جميلة، جول أحمد السعيد، كورة من أروع ما يكون في الجهة اليمنى. شوف المراوغة، شوف كيف ثبت المدافع حضرها. أحمد السعيد بحث عن ملامسة المرمى، عن ملامسة الشباك بكورة كانت رائعة كانت رائعة كانت رائعة، لكن مرت محادية كورة اللاعب أحمد السعيد. ماذا لو يسجل السد في أول ربع ساعة من عمر وتفاصيل الجولة الثانية؟ أعتقد أن المباراة ستنبعث من جديد، ستولد من جديد وكأنها بدأت للتو. كرة من جديد وصلت في وسط الميدان، تحضر كرة تضيع، تعود لنادي الريان عن طريق اللاعب مصطفى أبو العلا رقم 6. ضاعت الكرة، عادت لنادي الأسد، وصلت مجددا لمنصور أو اللاعب تميم العبد الله. في وقت الحديث يعني عن منصور مفتاح الأسطورة القطرية في عالم كرة القدم، الرجل اللي اعتزل عام 2000 في مواجهة ضد منتخب الفراعنة المنتخب المصري، وفي لقاء سجل فيها طبعا الأسطورة القطرية منصور مفتاح اللي كان أيضا هداف تاريخي في الدوري القطري 5 مرات أعوام 82 83 84 و86. حكم المباراة يقول فاول على مستوى وسط الميدان لمصلحة الزعيم، يحصل عليها اللاعب أحمد السعيد. أحمد السعيد أنشط عنصر وأكثر عنصر حركية من جانب نادي السد أمانة على مستوى رقعة الميدان. الآن يحصل على فاول وسيكون في التنفيذ كالعادة أمامنا على الصورة الجناح الأيسر أحمد السعيد، لأكيد تعليمات مولود له شخصيا بأن يكون لاعب ليبر حر على مستوى رقعة الميدان. كرة من جديد، عرضية طويلة، لكن الدفاع يتدخل ويقول حكم المباراة بعد ذلك فاول لمصلحة نادي الريان. الموسم الماضي الريان طبعا لم ينكسر في أول 3 جولات، حقق العلامة الكاملة ب9 نقاط. أول هزيمة كانت من بوابة الجولة الرابعة، كانت هزيمة كبيرة وكبيرة جدا. انطلاقة رائعة والحارس كريم دي في المكان المناسب. تميم العبد الله لاعب يعرف جيدا كيف يلعب خلف المدافعين، يعني استغلال السرعة، قدرات بدنية ومهارية كبيرة جدا. تصل الكرة من جديد عن طريق مصطفى أبو العلا، يحضر كرة في الجهة اليمنى في اتجاه حمد المري، وهذا اللاعب سالم السفياني. سالم يبحث عن المرور، وهذا حمد بالأحرى، وحكم المباراة يقول بأن الكرة تجاوزت خط التماس وبالتالي رمية جانبية لمصلحة نادي السد.
ماذا في جعبتك يا مولود؟ وماذا بإمكانك أن تقدم لعناصرك في هذه الجولة الثانية؟ وللسد يمتلك الميكانيزمات والإمكانات والمؤهلات الهجومية حتى يعود في هذه الجولة الثانية. هجوميا السد يعني طرح عديد علامات الاستفهام في الجولة الأولى، ممكن الجولة الثانية قد تتكلم بدخول محمد سعدون الكواري. كرة عرضية طويلة عادت من جانب الدفاع دائما في وسط الميدان لمصلحة الزعيم السداوي. عرضية عرضية أحمد السعيد، وكرة تصل سهلة ليوسف السيد. أعتقد بين قوسين بأنه يعني الكرات العرضية لن تخدم مصلحة نادي السد، لأنه قامات فارية يمتلكها عناصر نادي الريان. حتى مهاجمي نادي السد لا يمتلكون تلك القامة الكبيرة جدا. بالتالي أعتقد المهارة الفردية أيضا التمريرات البينية في العمق قد تصنع الفارق بالنسبة لنادي السد. تصل الكرة عن طريق من؟ عن طريق اللاعب سالم الحضرمي، يحضر كرة في الجهة اليمنى. ضاعت عادة سداوية والكرة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية جانبية لمصلحة نادي الريان. كرة من جديد، خليفة العبيدلي، مصطفى عبد الله المري، يحضر كرة تضيع تعود لنادي السد دائما في الجهة اليمنى. السد يبحث عن السيطرة وعن الاستحواذ من أجل أكيد البحث عن فرص وجماد قادر من خلالها على ترجمتها إلى هدف أولي في هذه المباراة. كرة أحمد السعيد تعتبر بمثابة تهديد، كرة انطلاقة في الجهة اليمنى، التسلل غير موجود بالفعل. التسلل على اللاعب محمد سعدون الكواري اللي انطلق في الجهة اليمنى، والتمريرة كانت رائعة. هذه لهذا أعتقد بأنه تقدم كان حاضر من جانب محمد سعدون الذي لم يكن شجيعا، وحط كرة لمحمد كمال اللي بدوره كان في المكان المناسب، وكرة ضاعت من جانب عناصر نادي السد. العيون تراقب وتناظر والقلوب تتمنى في أن تكون النتيجة لمصلحة النادي اللي أكيد يعشق هؤلاء الأنصار على مستوى المدرجات. كرة من جديد لمصلحة نادي السد، تحضر كرة في اتجاه محمد كمال. محمد سعدون الكواري يحصل عليها، غادرت إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية جانبية. تمريرة لم تكن ملائمة أمانة من جانب محمد كمال. يجب أن ننسى أيضا بأن السد يعني يعاني اليوم من عديد الغيابات، يعتقد بأنها ليست سبب. السبب هو يعني قوة نادي الريان في هذه المباراة. منصور محمد، عبد الرحمن نعيمي، عبد الله القحطاني، غانم الكربي، يوسف بليدا، كلها اسماء تغيب من جانب نادي السد في مواجهة هذا المساء، إلى جانب غياب عمر عادل من جانب نادي الريان بسبب الإصابة. اللاعب اللي كان غائب يعني في كل الجولات السالفة بعد الإصابة اللي تعرض لها مع نهاية الموسم الماضي. الآن رمية جانبية من الجهة اليسرى، نصل إلى الدقيقة 56، 11 دقيقة منذ انطلاق التفاصيل الشوط الثاني حتى اللحظة. نتيجة الجولة الأولى لا زالت مستمرة مع تسجيل تحسن هجومي في أداء نادي الأسد. كرة من جديد في وسط الميدان، استقبال جميل، أقرب اللاعبين حمد المري، يختار إعادة الكرة في الجهة اليسرى، تضيع تعود سداوية، عادت من جديد للرهيب في وسط الميدان. حضر كرة انطلاقة من جانب محمد كمال بعيد عنه الكرة، ترسل كرة عرضية ودفاع نادي السد في المكان المناسب. حتى تحلى المباراة أكثر أعتقد بأن في حاجة إلى هدف سداوي في هذه اللحظات سيبعث المباراة من جديد، سيجعلها أكثر ندية وأكثر شراسة، لأنه فارق هدف سيجعل نادي الريان يهاجم. لماذا؟ لأنه في حالة الدفاع والانتصار بفارق هدف ممكن الفريق الخصم يعدل الكفة، سيجعل نادي السد يطمح. لماذا؟ لأنه فارق هدف والسد عنده قدرات هجومية، أكيد سيبحث عن التعديل وسيبحث عن تحقيق الانتصار، خاصة وأن نادي الدحيل يتفوق بفارق 3 نقاط. وبالتالي انكسار اليوم ممكن انتصار العربي، انتصار أم صلال، انتصار الدحيل أيضا. الدحيل يواجه الأهلي
ممكن يوسع الفارق الى 6 نقاط. الريان ايضا يعلم بانه انتصار نادي السد اليوم وانتصار ايضا الانديه التي تحتل المراكز الاولى سيوسع الفارق وسيجعل الهوة اكبر بينه وبين الانديه المتصدره، لذلك يريد ان يلتحق بركب الصداره ويلتحق بركب المقدمه الى جانب الدحيل والعربي وام صلال في انتظار طبعا ان تتكلم باقي الانديه من بوابه الجوله الرابعه. مباراه تتوقف في هذه اللحظات يا ساده الكرام، امامنا مجموعه من العناصر اللي تقوم باحماءات واستعدادات بدنيه بخيارات اكيد مولود مذكر هل يقوم بتغيير اخر حتى اللحظه، تغييرين اثنين، دخول محمد سعدون الكواري والسالم الحضرمي على مستوى الجهه اليسرى، بينما كارلوس مارتوريل حتى اللحظه يعني يعتمد على ذات الاقدام وذات الابدان على مستوى رقعه الميدان بدون اي تغيير المدرب الماتادور كارلوس مارتوريل، واذكر بانه مدرب مؤقت على اعتبار بانه مدير فني للفئات السنيه يقود النادي في انتظار التعاقد مع مدرب بشكل رسمي. قال لي حديث مع اداري النادي قال بانه ممكن انطلاقا من الاسبوع القادم. كره من جديد في الجهه اليمنى لمصلحه الزعيم السد وانطلاقا عن طريق محمد سعدون الكواري، يحضر كره لمن؟ لعبد الله عيسى، عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عيسى لم يتمكن من الكره لتعود من جديد لنادي السد في الجهه اليمنى. السد يحاول ان يصل، السد يحاول ان يسجل، السد يحاول ان يكسر خيبه المهاجمين اللي امتدت في الجوله الاولى. كره وانطلاقه عن طريق من؟ اللاعب رقم 17 حمد فرج، ضاعت منه، تعود ريانية عن طريق ركان المري، ركان يحضر كرة في وسط الميدان، وهذه إعادة طبعا لإصابة كانت حاضرة وكرة عرضية في اتجاه المتألق تميم العبد الله، والدفاع يتدخل، فرصة خطيرة لكن كريم ديب في المكان المناسب. حاول حمد المري أن يضعها من مكان بعيد في شباك كريم ديب من أجل أن يباغت كريم ويباغت نادي السد بثالث الاهداف، لكن حذاري 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 من الاستهانه بمهاجمي نادي الريان. كره وانطلاقه من الجهه اليمنى ريانيه، فرصه خطيره وكره ضائعه من جانب حمد المري. حمد المري يضيع الثلاثيه بطريقه فيها الكثير من علامات التعجب على تميم العبد الله ومحمد المري. شوف الاعاده، شوف الانطلاقه وشوف التصويب، ارادها ان يضع بكل قوه على يسار كريم ديب، افتقد للدقة والتركيز اللازمين وكرة علت بسنتيمترات قليلة قبل طبعا أن يتمكن منها ويصوبها في اتجاه شباك كريم، وبالتالي تضيع فرصة لنادي الريان كانت سانحة ومناسبة وملائمة ومواتية من أجل أن نتابع ثالث أهداف هذه المواجهة. كرة من جديد لنادي الريان يستلمها محمد المري، محمد المري اقرب اللاعبين، محمد يغير اتجاه الكره دائما في اتجاه من؟ في اتجاه حمد، حمد ضاعت الكره تضيع، تعود لمصلحه عناصر نادي السد في الجهه اليسرى. السد بامكانه ان يستغل الصعود الكلي او الجزئي لعناصر نادي الريان في الشق الهجومي. كره من جديد عبد الله المري يرسل كرة سلام في الجهة اليسرى، ركان المري يحضر كرة دائما لمصلحة نادي الريان، السلام جميل من جانب مصطفى أبو العلا لحمد المري، هجومية رائعة واسيس، والدفاع عن طريق محمد المناعي في المكان المناسب. بلغة الأرقام ولغة الأهداف السد حتى اللحظة يسجل ما مجموع 7 أهداف في المقابل يستقبل 9 أهداف. قبل هذه المباراة بالذات كانت الأمور متكافية ما بين الشق الهجومي والشق الدفاعي للزعيم السداوي، بينما الريان هجوميا سجل 6 أهداف بهذه الثنائية يصل إلى 8 أهداف إلى جانب استقباله 10 أهداف كحد أضعف الخطوط الدفاعية في الدوري. رقم 15 يدخل في هذه اللحظات الحديث عن مبارك المسيفري ليدخل مكان اللاعب رقم 14، وهنا الكلام عن عبد الله عيسى. عبد الله عيسى قدم دقائق مميزة حتى اللحظة إلى حدود دقيقة رقم 61، خاصة وأنه كان ينشط في الجهة اليمنى لينشط فيها المهاجم تميم عبد الله. كرة من جديد عرضية طويلة تعود من جانب الدفاع، وبالتالي عندما تواجه تميم لن تبحث سوى عن الخروج بأقل الأضرار. كرة من جديد في الدفاع عن طريق سالم الحضرمي لكريم ديب، كريم يرسل كرة عرضية طويلة في وسط الميدان، انطلاقة دائما سدوية يحصل عليها والكرة إلى خارج رقعة الميدان.
لم يحصل عليها وحاول أن يحصل عليها بالقوة محمد كمال، لكن حكم المباراة كان حاضر ليعلن عن رمية جانبية لمصلحة نادي الريال. مولود مذكر حتى اللحظة ثلاثة تغييرات في هذه المواجهة من جانب نادي السد. الأمور لم تتغير، وكما ذكرت الأمور أوكي تحسنت مع بداية الجولة الثانية لنادي السد، لكن لا زالت دار لقمان على حالها في انتظار أن تتغير الوضعية السداوية في هذه المباراة. كرة ريانية جميلة جميلة جميلة، حمد المري السليمة، حمد 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 حمد، الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل، تصل الكرة من جديد عن طريق تميم العبد الله يبحث عن المرور. تميم حط الكرة في الجهة اليسرى، فرصة لعرضية والدفاع السداوي يبعدها لتصل مجددا لمصلحة نادي الريان. تميم من جديد، تميم يحصل عليها، ضاعت الكرة، تصل في اتجاه الجهة اليمنى عن طريق محمد سعدون الكواري ليغير اتجاه الكرة. جميلة جميلة، عميقة عميقة رائعة، والتدخل الحارس يوسف السيد، يوسف السيد، سلامات 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 سلامات، يبدو بأنه تدخل قوي جدا من جانب يوسف السيد. يوسف السيد يتدخل من أمام واجب نادي السد هو أحمد السعيد. سلامات يا أحمد، سلامات يا أحمد، يتألم في هذه اللحظات. تدخل كان من جانب حارس المرمى، تمريرة كانت مميزة أمانة من جانب محمد سعدون الكواري لأرسل كرة عرضية طويلة والتدخل بهذه الطريقة. أعتقد بأنه يعني التدخل لم يكن متعمد، على اعتبار بأنه هذه الوضعية تجعل الحارس صعب جدا أن يعني صعب جدا أن يتفادى الالتحام والارتطام. التدخل كان طبيعي جدا من جانب الحارس. نتمنى السلامة للجناح أحمد السعيد ليتألم في هذه اللحظات على مستوى رقعة الميدان. ورقة رابحة بالمناسبة هذا اللاعب لنادي السد الموسم الماضي واللي قبله كنا نتابعه طبعا مع فئة الناشئين. هذه المرة يحصل على فرصة مع فئة الشباب، هو يتواجد مع فئة الشباب بالذات، وهذه كرة اللاعب حمد المري اللي صوبها وأعدها كريم ديب قبل أن يتدخل المتألق تميم العبد الله، لكن كانت مناسبة أمانة يا حمد. حمد كان بإمكانه أن يلتحق بركب المسجلين والواصلين ويسجل ثلاثية بعد إمضاء محمد المري وتميم العبد الله الثنائية في الشوط الأول، وبالتالي الثلاثي اش ام تي حمد ومحمد وتميم كان بإمكانه أن يكمل الثلاثية في هذه المواجهة للكتيبة الريانية. يبدو بأن أحمد السعيد استجمع قواه في انتظار أن يعود إلى رقعة الميدان، وفي هذه اللحظات أكيد ستستأنف تفاصيل هذه المواجهة، هل تعود الكرة لنادي الريان أم أنها ستعود لنادي السد؟ عملية إسقاط أكيد من طرف حكم المواجهة السيد محمد العبيدلي. أحمد السعيد هل هو قادر على إتمام المواجهة؟ أكيد ربح كبير جدا لنادي السد، وإذا ما غادر نادي السد سيعاني هجوميا، هو يعاني أصلا، وبالتالي بمغادرة أحمد السعيد قد تتضاعف الأضرار وتتكرر الأخطار أيضا من جانب نادي الريان. كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى عن طريق تميم العبد الله والدفاع يتدخل. شوف إلى أين ذهب تميم وحصل على الكرة، من أين مر تميم وانطلق بالكرة، كيف وصل إليها تميم ليحصل على الفاول بهذه الطريقة. حصل على الفاول وفرصة تعود لنادي الريان. نفس الملامح، نفس السكنات، نفس الحركات، نفس الحس التهديفي لتميم العبد الله مع ابوه الهداف التاريخي والاسطوره القطريه منصور مفتاح. الان كره من الجهه اليمنى لمصلحه نادي الريان، يرسل كره عرضيه طويله والدفاع يتدخل، تعود الكره من جديد في وسط الميدان، صراع كبير جدا، ريانيه دائما انطلاقه، فرصه لبينيه لكن الدفاع يتدخل مره اخرى لنادي الريان. السد يعاني في هذه المواجهه، السد ليس في افضل احواله خاصه في هذا المساء امام الرهيب الرياني هنا في معقل الفهود. كره من جديد في الجهه اليمنى، مناسبة على ذكر الغرافة، نادي يتواجد حاليا في المركز
الخامس برصيد 4 نقاط من انتصار وتعادل وهزيمة، وهو النادي الوحيد اللي يعني حقق هذه النتائج في الجولات الماضية، النادي الوحيد اللي انتصر وتعادل وانهزم في 3 مواجهات. مناسبة الدوري حتى اللحظة عرف تعادل وحيد فقط كان ما بين الأهلي والغرافة. كرة وانطلاقة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي برمية جانبية. حتى اللحظة 71 هدف في الدوري باحتساب هذه الثنائية، يصبح العدد 73 هدفا دون نسيان تعادل وحيد كما ذكرت ما بين الأهلي والغرافة. 14 انتصار، الانتصار رقم 15 في طريقه للرهيب الرياني في هذه المباراة وفي الدوري ككل. أحمد السعيد يبدو بأنه غير قادر، خلاص هل يقوم بتغيير المدرب مولود مذكر؟ ممكن نتابع خيار هجومي آخر لمولود. شوف بعد هذا الالتحام إصابة لأحمد السعيد. كل السلامة يا أحمد، كل السلامة يا أحمد، لأنه فعلا لاعب موهوب ويعتبر طبعا من بين الركائز الأساسية التي يعتمد عليها مولود في هذه المواجهة وسيعتمد عليها أكيد فيما تبقى من الجولة. يغادر أحمد السعيد في انتظار كامباك سريع من بوابة الجولة القادمة التي سيواجه من خلالها نادي السد نادي الأهلي، بينما الريان سيواجه الوكرة في الجولة الخامسة من دوري الشباب القطري الذي يصل إلى محطته الرابعة. كرة ريانية في اتجاه اللاعب تميم العبد الله، ضاعت الكرة تعود من جديد، سالم السفياني، سالم والكرة بعيدة إلى خارج رقعة الميدان. ملاحظ هو أنه يعني إيقاع المواجهة نزل يعني في الشوط الثاني على خلاف وعكس طبعا ما تابعناه في تفاصيل الشوط الأول، تابعنا فيه ندية وتابعنا فيه وجه رياني مميز جدا، لكن المطالب بالأداء الآن هو نادي السد، لأنه الريان خلاص يعني كلما نزل إيقاع المباراة هو في مصلحته، لأنه يحقق الانتصار حتى اللحظة بثنائية، هذا مطمحه وهذه غايته وهذا مراده، وأن يحقق النقاط الثلاث ويعود سعيدا أكيد إلى دياره بالنقاط الثلاث الثانية له في الدوري، وبالتالي رصيد 6 نقاط مهم جدا للرهيب الرياني. كرة من جديد عن طريق تميم عبد الله، تميم يبحث عن المرور، ينطلق تميم يبحث عن المراوغة، الله 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 على كرة، والتصويبة حاضرة من جانب محمد المري. ماذا لو أتممتها يا تميم؟ ماذا لو أكملت يا تميم؟ كنا سنشاهد ونعاين هدف مارادوني. كرة من جديد في الجهة اليسرى لمصلحة نادي الريان، عرضية طويلة، الحارس يتدخل والكرة لا زالت بلونها الأحمر دائما لنادي الريان. فرصة لتميم والدفاع يتدخل قبل أن تصل الكرة للحارس كريم ديب، لكن لعادة كانت الكرة كانت مميزة أمانة للاعب تميم العبد الله. أتمنى مخرج المباراة يعطينا اللقطة السابقة اللي كانت لتميم العبد الله. هنا متابعة طبعا على الطريق الماراثونية، حاول مباغتة الحارس كريم ديب، قبلها كانت أيضا مراوغة على طريقة تيوغو أرماندو مارادونا لدفاع نادي السد. كرة من جديد في الجهة اليمنى، السد يجد صعوبات كبيرة وجمة في هذه المباراة. السد لم تتغير الملامح المنتظرة في الشوط الثاني رغم عديد التغييرات، وكرة ريانية عن طريق تميم العبد الله، يستلم تميم ويصوبها تميم، لكن كريم ديب مرة أخرى في المكان المناسب. لولا كريم لتابعنا رباعية وخماسية في هذه المواجهة. كرة وانطلاقة سدوية في وسط الميدان، استلام جميل، تحضر الكرة تضيع من جديد لنادي الريان. الرهيب يبحث عن ثالث أهدافه، يبحث عن ثالث وصول له في هذه المواجهة عن طريق من حمد المري. حمد يرسل كرة عرضية لتميم، تميم تميم، أوه عبد الله كان قريب جدا من التسجيل، كان قريب جدا من الوصول، راسية راسية رائعة. حمد المري يغير اتجاهه في الجهة اليسرى ويرسل كرة عرضية على المقاس على المقاس على المقاس، لم تذهب بعيدة يا تميم، كانت مجاورة للقائمة الأيمن لمرمى الحارس كريم ديب. يبدو بأن السد قام بتغيير في هذه اللحظات، عيسى عبد الله أمامنا على الصورة، يدخل مكان أحمد السعيد اللي ذكرت قبل لحظات بأنه غير قادر على إتمام المواجهة بسبب طبعا الإصابة اللي تعرض لها والتدخل اللي كان من طرف حارس المرمى يوسف السيد. المواجهة تتوقف مرة أخرى، المرة الأولى في الشوط الثاني، المرة الثانية في هذه
المواجهة أحمد السعيد أكيد غير راضي على أدائه وغير راضي على أداء الفريق ككل الذي يسير نحو تلقي الهزيمة الثانية في الدوري بعد الهزيمة الأولى اللي كانت أمام صقور أم مصلال، صقور برزان في الجولة الأولى برباعية مقابل هدفين. نادي الوحيد الذي لم يحقق انتصار حتى اللحظة في الدوري ونادي الأهلي اللي حقق تعادل وانهزم في مناسبتين. نعم، والنادي الوحيد الذي لم يحقق ولا انتصار، بينما بقية الأندية كلها حققت انتصار في إحدى الجولات الماضية. هذه انطلاقة تميم العبد الله لصوب كرة من زاوية شبه صعبة لكن وصلت سالة للحارس كريم دين. أنه اعتقد بانه يعني الاستلام الذي هو الذي لم يكن جيدا، لانه لو كان الكنترول اجود كانت بامكان الكره ان تكون يعني في مواجهه كريم دي مباشره، وبالتالي فرصه كانت ستكون سانحه من اجل التسجيل والوصول. تغيير اخر ثالث، دخول عبد الرحمن سالم والتغيير الخامس بالمناسبه في هذه المباراه، يدخل مكان حمد فرج لاعب الارتكاز ويدخل عبد الرحمن سالم كخامس صغيرات. المدرب مولود مذكر يجرب ما أمكن الأقدام الطازجة الأقدام المستعدة من أجل تقديم الإضافة البدنية في رقعة الميدان والإضافة الفنية والإضافة الهجومية بالذات التي يحتاج إليها نادي السد في هذه اللحظات قبل الوصول إلى الربع ساعة الأخيرة من تفاصيل المواجهة. كرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة نادي السد، والكلاسيكو الصغير حتى اللحظة كلاسيكو الشباب يسير بانتصار رياني في هذه المباراة. السد يبحث عن الكامباك، السد يبحث عن تسجيل هدف، واعتقد بانه اذا ما سجل هدف في هذه اللحظات بالذات شريطة يكون الهدف في هذه اللحظات في الربع ساعة الأخيرة قادر على العودة وقادر على التعديل. كرة من جديد لمصلحة الزعيم، عادت ريان وصلت في وسط الميدان. حذاري محمد كمال دائما انطلاقة جميلة والدفاع الرياني يتدخل. كرة من جديد عبد الرحمن سالم، مارك لمسيفري، لمسيفري أقرب لاعبين، ضاعت الكرة، عادت ريانية دائما في الجهة اليسرى، وانت الجميل لكن الدفاع سداو يتدخل مرة أخرى عن طريق الهداف عبد الله اليزيدي. هداف الدوري يرسل كرة عرضية طويلة تصل سالة للحارس يوسف السيد. أربعة وسبعون دقيقة من مزيد في هذه المباراة، متى سنعاين ثالث أهداف هذه المواجهة؟ هل يكون ريان يامن أو سيكون سداوي؟ ننتظر ونعاين. كرة وانطلاقة دائما لمصلحة نادي الأسد، الدفاع يتدخل عن طريق عبد الله المري، وصلت من جديد سداوية لمحمد سعدون الكواري وغير اتجاه الكرة في الجهة اليسرى. جميلة جميلة جميلة، والأوفسايد موجود، التسلل موجود، كرات وعرضيات محمد سعدون الكواري مميزة أمانة في هذه الجولة الثانية. أعتقد بأن التسلل فعلا موجود على المهاجم السداوي، بالتالي ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي الريان. ماذا تفعل يا تميم؟ تميم ينطلق، العبد الله ينطلق، العبد الله يمر، العبد الله يمر يمر يمر، والدفاع السداوي في المكان المناسب. العبد الله يمر بالطريقة التي يريد، بالأسلوب الذي يشاء. شوف 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 كيف مر من بين لاعبين، لكن الدفاع تدخل في آخر لحظة وبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. مميز أنت يا تميم، رائع أنت يا عبد الله، المهاجم السدنائي في دوري الشباب رفقة الرهيب الرياني. الآن كرة من الجهة اليمنى لمصلحة نادي الريان، وبالتالي لا خوف على نادي الريان لأنه يمتلك جيل ذهبي في فئة الشباب وأيضا في فئة الأولمبية على مستوى دوري قطر غاز وفي كل الفئات السنية. كرة من جديد تصل في وسط الميدان دائما للرهيب الرياني، السلام جميل، البحث عن التحضير في الجهة اليسرى ممكن، ممكن المراوغة، حذاري من تضييع الكرة في هذا المكان بالذات، يحصل عليها مع استدارة لكن الدفاع السداوي في المكان المناسب. مولود غير راضي، غير راضي، غير راضي أبدا البت على أداء نادي السد في هذه المواجهة. من حقي طبعا لأنه الأداء لا يرقى لتطلعات المدرب ولعشاق ولأنصار أيضا الفريق السداوي، لكن في نهاية المطاف النتيجة لا يتحمل مسؤوليتها اللاعبين فقط، لكن المدرب أيضا عنده نصيب. كرة من جديد
لمصلحة نادي الأسد، انطلاقة في وسط الميدان في انتظار طبعا ما تبقى من الدقائق وفرصة سداوية، لكن الأوفسايد موجود، الأوفسايد موجود، وحكم المباراة قبل ذلك كان قال فاول، فاول وركلة خطأ، وبالتالي بطاقة صفراء على اللاعب عبد الله اليزيدي. عبد الله اليزيدي أمامنا على الصورة، هداف الدوري بالمناسبة بخمسة أهداف، يرتكب فاول في حق اللاعب مصطفى أبو العلاء حكم المباراة، كان قريب من الكرة، أعتقد بأنها تستحق البطاقة الصفراء من طرف حكم المواجهة السيد محمد العبيدلي. المواجهة تصل إلى الدقيقة 77 على بعد 13 دقيقة، ومولود مذكر حتى اللحظة لم يجد كلمة السر، لم يجد الكلمات المشفرة نحو شباك الحارس يوسف السيد. كرة من جديد، ريانية انطلاقة، فرصة لتمريرة في الجهة اليمنى، ريان بإمكانه أن يسجل ثالث الأهداف في أي لحظة من أي هجمة من أي كرة. نادي الريان قادر على الوصول، قادر على التسجيل، تميم عبد الله ضاعت منه، عادت سداوية، هو الفاول موجود، الفاول موجود، ممكن بحضور راية الحكم المساعد الثاني عبد الله أنس. فاول موجود وكرة لنادي الريان من الجهة اليمنى. مباراة تزداد صعوبة على نادي السد، مباراة تزداد تعقيدا على الزعيم السداوي، وتزداد سهولة بالنسبة لنادي الريان، لأنه كلما يعني تسارعت دقائق المواجهة كلما اقترب الريان من الانتصار، وكلما اقترب السد من الهزيمة الثانية في الدوري. محمد اللامري يرسل كرة عرضية طويلة، طويلة، لكن الدفاع يتدخل، تعود الكرة من جديد في وسط الميدان لمصلحة الرأي، فرصة لتحضير كرة في الجهة اليسرى، فرصة لبينية، ممكن يختار المراوغة، دفاع في التغطية، خيار إعادة الكرة مع تميم العبد الله، يختار المراوغة يبحث عن المرور، لكن الدفاع في المكان المناسب يبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. تدخل كان من جانب اللاعب سالم الحضرمي، تصل الكرة دائما ريانية في الجهة اليسرى، فرصة للمراوغة والكرة إلى خارج رقعة الميدان، ركلة مرمى لمصلحة نادي السد. هناك غاية جماعية طبعا لكل نادي تحقيق الانتصار، لكن هناك غايات فردية، يعني مثلا المهاجمين تميم العبد الله عنده غاية فردية قبلها أكيد الغاية الجماعية وهي تحقيق الانتصار، وهذا هو الأمر المهم، لكن تميم يبحث لكي يكون الهداف الأول للدوري وبفارق هدف حتى اللحظة على اللاعب عبد الله اليزيدي، يعلم بأن هنالك هدف آخر يلعب لنادي أم صلال، عدنان مصطفى قد تتكلم أقدامه اليوم في مواجهة نادي الوكرة، وبالتالي تميم العبد الله يريد أن يسجل المزيد من الأهداف. كرة عرضية الأوفسايد موجود، غير موجود، يقول حكم المواجهة، تصل من جديد دائما سداوية، فرصة لبينية، بينية جميلة، والدفاع الرياني في الإبعاد مرة أخرى، فاول يقول حكم المواجهة لمصلحة نادي الأسد على مشارف مستطيل العمليات، قد تكون الفرصة التي يأتي منها الفرج وتأتي منها البسمة السداوية في هذه المباراة، هل تكون الكرة التي يأتي منها الهدف الأول للزعيم السداوي من بوابة هذا المساء على أرضية استاد ثاني بن جاسم هنا في معقل الفهود نادي الغرافة. الآن فاول سداوي، هل تكون في سبيلها على المرمى؟ يقف على الكرة اللاعب سالم الحضرمي الدائرة الأيسر من مكان ممكن اعتباره مكان معتدل، ليس بالبعيد وليس بالقريب، من مكان على مشارف مستطيل العمليات، هل يضع سالم الحضرمي في شباك الحارس يوسف السيد؟ أعتقد صعبة، صعبة هذه الكرة، صعبة هذه الكرة لسالم الحضرمي، سالم الحضرمي يصوب كرة بعيدة، بعيدة إلى خارج رقعة الميدان، تأتي بركلة مرمى للحارس يوسف السيد. لو كانت قريبة نوعا ما كانت ستكون يعني أنسب وأسهل بالنسبة لسالم الحضرمي. كرة يعني جانبت الأخشاب وجانبت المرمى لتعود بلونها الرياني. كرة وانطلاقة عن طريق تميم العبد الله، تميم، تميم العبد الله في الجهة اليمنى، تميم، 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 لم تغادر، غادرت، غادرت يا تميم، لتأتي برمية جانبية من الجهة اليسرى لمصلحة نادي السد. نصل يا سادة يا كرام إلى الدقيقة 81 على بعد 9 دقائق على نهاية تفاصيل هذه المواجهة، حتى اللحظة التقدم رياني 2-0 ثنائية محمد المري وتميم العبد الله.
هدفان معا شاهدناهما اكيد من مجهود فردي لكلا اللاعبين، وبالتالي الحلول الفرديه هي التي غابت عن نادي السد بينما حضرت من جانب نادي الريان في الشوط الاول. الان رميه جانبيه تنفذ، تعود الكره دائما سدويه في وسط الميدان، تدخل قوي، حكم المباراه يقول فاول لمصلحه نادي السد من الجهه اليمنى، تدخل من امام اللاعب محمد كمال، ممكن هذه حكم اخر يعطيك بطاقه صفراء يا ركان المري. طائر الايسر في تشكيله نادي الريان، الان فاول سداوي يرسل كره عرضيه طويله، الدفاع يتدخل، تصل الكره في الجهه اليسرى وحكم المباراه يقول فاول، وبالتالي الكره تعود لمصلحه نادي الريان. الريان كما ذكرت يعني يغيب عن التتويج وعن البوديوم في هذه الفئه بالذات منذ ازيد من خمس سنوات، تقريبا خمس مواسم، على اعتبار بانه اخر لقب حققه نادي الريان كان في موسم 2013-2014، بينما السد يغيب لموسمين اثنين، ترك المشعل للغرافه والتحيل ويبحث عن العوده من بوابه هذا الموسم بالذات 2019-2020. كوره تصويبه جميله والحارس يوسف السيد في المكان المناسب. طبعا الموسم الماضي الدحيل هو من توج بالدوري برصيد 44 نقطة من 14 انتصار وتعادلين، نادي لم ينهزم قط، لم ينكسر قط، لم يتواضع قط على مدار 16 جولة، حقق العلامة الكاملة إلى جانب تعادلين. كرة وانطلاقة، تميم العبد الله، تميم يرتكب الفاول وكرة تعود لمصلحة نادي السد. الغرافة أيضا الموسم الماضي لم يتلقى ولا هزيمة على مدار 16 جولة، بينما السد تلقى هزيمتين فقط، والآن يسير نحو تلقي الهزيمة الثانية ونحن نصل إلى الجولة الرابعة. لذلك أعتقد بأنه أداء نادي السد لن يكون أفضل من أداء الموسم الماضي، إلا إذا حتى اللحظة كما قلت هزيمتين مقابل هزيمتين الموسم الماضي، لكن من مجموع 16 جولة. الآن جولة الرابعة هزيمتين وانكسارين للزعيم السداوي حتى اللحظة. أقول يبدو بأنه الرايب سيقوم بتغيير في هذه اللحظات، رقم 14 عبد الهادي العون من يسعي للدخول مكان رقم 20، الحديث عن حمد المري الجناح الأيسر يغادر في هذه اللحظات بعدما قدم مواجهة محترمة وصولا إلى الدقيقة 84. عبد الله المري يتألم، ممكن بعد هذه التسديدة اللي ارتطمت بداره قبل ان يصل اليها الحارس يوسف السيد سلامات يا عبد الله، لاعب قلب الدفاع الى جانب الخليفه العبيدلي، ثنائي اللي يشكل طبعا محور الدفاع لنادي الريان في هذه المباراه بخياره كارلوس مارتوريل الماتادور الاسباني المتفوق حتى اللحظه على مولود مذكر في هذه المواجهه التي تتوقف في هذا الان في انتظار طبعا ان تستمر، وهل يستمر التألق الرياني في هذه المباراة بدوبلي وثنائية تبعنا في الشوط الأول. حتى اللحظة الجولة الثانية لم نتابع فيها شيء، يعني تقريبا فرصتين لنادي الريان وفرصة واحدة لنادي السد. يغادر اللاعب رقم 3 عبد الله المري في انتظار ان يعود الى رقعة الميدان من المكان المخصص. تصل الكرة في الجهة اليمنى عن طريق مبارك المسيفري، مبارك المسيفري في الاستلام، ممكن يبحث عن كرة عرضية بينية جميلة دائما سداوية في الجهة اليمنى، يصل إليها محمد سعدول، الكواري 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 الكواري، يمر 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 يمر، فرصة لبينية جميلة رائعة، والدفاع الرياني في المكان المناسب. الفكرة كانت رائعة والانطلاقة كانت مميزة، لكن التمريرة افتقدت للقليل من القوة، كانت دقيقة أكيد، لكن افتقدت للقليل من القوة حتى تصل إلى المهاجم محمد كمال. كرة من جديد سداوية، تغيير اتجاه الكرة في الجهة اليسرى، السلام جميل لكن الأوفسايد موجود. الأوفسايد موجود مرة أخرى على اللاعب عيسى العبد الله في الشق الأيسر لهجوم الزعيم السداوي. شوف التقدم، أعتقد الأوفسايد غير موجود، ممكن يكون توازي يعني ما بين عيسى العبد الله واللاعب عبد الله المري. علي كرة من جديد، عبد الله يرسل كرة عرضية في الجهة اليسرى في اتجاه ركان المري، بعيدة عنه الكرة لتصل في الجهة اليمنى لمصلحة الزعيم السداوي. 4 دقائق على نهاية تفاصيل المباراة حتى اللحظة، التقدم بلغة الرهيب بثنائية مقابل لا شيء.
يوسف السيد يرسل كرة عرضية، يبدو بأن الكلاسيكو حتى اللحظة قدم كل الأسرار في انتظار السر السداوي فيما تبقى من دقائق المواجهة. مرة أخرى في وسط الميدان السداوية، هل يفعل السد ويسجل هدف تقليص الفارق، هدف تدويب الفارق، هدف تدليل كل الفوارق، وكرة تصل سالة للحارس يوسف السيد. مطالب السد بأداء أفضل في الجولة القادمة، والسد سيواجه الأهلي، الأهلي الذي يعاني في الدوري. ممكن تكون مباراة سهلة لنادي السد على اعتبار بأن الأهلي كما ذكرت هو النادي الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في الدوري، قد تكون مباراة سهلة. بينما الريان سيواجه الوكرة، الوكرة عنده انتصار في انتظار طبعا هذه الجولة أمام نادي أم صلال اللي يقدم أداء مميز حتى اللحظة. كرة من جديد في الجهة اليمنى لنادي الريان، انطلاقة، الدفاع السداوي يتدخل عن طريق سالم الحضرمي، سالم يحافظ عليها، وعبد الرحمن سمير مرة أخرى لمصلحة نادي السد في وسط الميدان. تغيير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى، يستلمها محمد المناعي مع مبارك المسيفري، أقرب لاعبين، يحضر كرة جميلة جميلة، الفكرة رائعة، ومحمد سعدون الكواري يلتحق بالكرة. يوسف السيد يرسل كرة عرضية، استلام بالصدر من جانب اللاعب رقم 8 حديث عن محمد المناعي، دائما في الجهة اليسرى، انطلاقة سداوية، فرصة لعرضية، لكن الكرة تصل إلى المهاجم عيسى العبد الله اللي كان في موقف محظور وموقع غير مناسب، وبالتالي اللاعب خارج اللعبة أوف سايد، والراية كانت حاضرة من طرف الحكم المساعد الأول إبراهيم الدوسري. تسلل آخر يسقط في عيسى العبد الله، وبالتالي طريقة الخط ناجحة حتى اللحظة من جانب الدفاع نادي الريان أمام الثلاثي الهجومي للزعيم السداوي في هذه المباراة. تغيير اتجاه الكرة من عبد الله المري، يرسل الكرة في الجهة اليسرى، السلام يبحث عن الكنترول، جميلة جميلة دائما من جانب اللاعب رقم 14، الحديث عن اللاعب عبد الهادي العون، ضاعت منه الكرة، عادت لنادي السد دائما في وسط الميدان. سداوية لمن؟ للاعب رقم 8 محمد المناعي، حتى الكرة في وسط الميدان لعبد الله اليزيدي، عبد الله اليزيدي، والسد يبحث عن وصول أول في هذه المباراة. ضاعت الكرة، وصلت مجددا في الجهة اليسرى لنادي الريان، لم تغادر بعد، يبحث عن المرور، عنده فرصة للتمرير، عنده فرصة للتحضير، عندهم فرصة لتغيير اتجاه الكرة في الجهة اليمنى. وصلت وصلت وصلت، الريان يبحث عن سيناريو ثالث الأهداف. تميم العبد الله، العبد الله، والأوفسايد موجود، الأوفسايد موجود، التسلل موجود على تميم العبد الله، وبالتالي فرصة ثالث الأهداف تضيع من جانب الرهيب الرياني. شوف الكرة كيف لعب، التقدم جزئي وطفيف من جانب تميم العبد الله، وبالتالي قرار حكم المواجهة كان سليم 100 100. الآن على ما يبدو سيكون تغيير من جانب نادي الريان، عبد الله القحطاني من سيدخل مكان اللاعب رقم 15 ركان المري، الظهير الايسر، يغادر ويدخل عبد الله القحطاني رقم 8 بخيارات المدرب الاسباني كارلوس مارتوريل. وصولا الى الدقيقه الاخيره في انتظار طبعا ان نتعرف على الوقت البديل لتفاصيل الجوله الثانيه والمباراه ككل. كره من جديد للجهه اليمنى لمصلحه نادي السد، المنكسر حتى اللحظه، والمنازم حتى اللحظه، والمتواضع حتى اللحظه امام اقدام الرهيب. كره من جديد سداويه في الجهه اليسرى، فرصه لبينيه، فرصه للتمرير، فرصه للتحضير، وعبد الله المري في المكان المناسب. شابو شابو يا عبد الله، يتدخل بكل استبسال وشجاعه وجراه وجساره من امام مهاجم الزعيم السداوي. كره من جديد في وسط الميدان، تضيع الكره، تعود لنادي السد، فرصه خطيره، ويوسف السيد في المكان المناسب، حاول طبعا ان يرفع الكره على يوسف في وقت اضاف الحكم الرابع السيد يوسف المرزوقي. 4 دقائق كوقت بديل وكوقت مضاف للوقت الضائع على مدار 45 دقيقة سالفة. كرة من جديد في وسط الميدان عن طريق مصطفى أبو العلا، يحضر كرة في الجهة اليمنى ريانية، ثالث أهداف المباراة والثالث أهداف الرهيب. ممكن تحضر العبد الله، تميم تميم، والدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل في آخر لحظة ويبعد الكرة إلى خارج رقعة الميدان. هذا الأسمراني الجميل يعرف طريقه وسبيله إلى المرمى،
يعرف كيف يسجل، يعرف كيف يرعب المدافعين، يعرف كيف يصل ويعانق الشباك. الحديث عن الهداف تميم العبد الله، بينما كرة كانت مميزة من جانب اللاعب محمد المناعي. حكم المباراة يقول هي ركنية من الجهة اليمنى في آخر تفاصيل المواجهة، وبطاقة صفراء في وجه اللاعب وسيم مطر لاعب الارتكاز في تشكيلة نادي الريان إلى جانب مصطفى أبو العلا. كرة عرضية طويلة، تحس بأن المباراة خلاص يعني الأقدام تلاشت في هذه الدقائق الأخيرة. السد لم يعد لديه ما يقدمه في هذه المباراة، والريان يحاول جاهدا أن يسجل الهدف الثالث، لأن الانتصار في نهاية المطاف مهم ومهم جدا. خصم ليس أي خصم، نحن نتحدث عن نادي السد بمرجعيته وألقابه وتاريخه ومكانته، أيضا مكانة كبيرة وقيمته على المستوى الفئات السنية. والسد كاسم غني عن التعريف محليا وقاريا. الآن تأتي ركنية من الجهة اليمنى لمصلحة الراهب الرياني الطامح والراغب إلى ثالث أهداف هذه المواجهة. كرة عرضية تعود من جانب الدفاع دائما لنادي الريان في آخر ثواني المواجهة. الريان يبحث عن التريو، يبحث عن الثلاثية في هذه المواجهة. تصل الكرة في الجهة اليسرى، وحكم المباراة يقول فاول. يبدو بأنها انتهت، يبدو بأنه خلاص الانتصار بشكل رسمي لنادي الريان، التفوق بشكل نهائي للرهيب الرياني، الانتصار وخطف النقاط الثلاث، وبالتالي معادلة الكفة مع الدحيل في انتظار أداء ونتيجة الدحيل اللي أكيد يواجه في هذه الجولة بالذات نادي الأهلي. كرة من جديد للزعيم، عرضية طويلة تعود من جانب نادي الريان دائما في وسط الميدان عن طريق اللاعب مصطفى أبو العلا. وهذا اللاعب عبد الله القحطاني في وسط الميدان في الجهة اليسرى يستلم اللاعب رقم 14 عبد الهادي الهون في اتجاه من؟ في اتجاه تميم العبد الله. تميم العبد الله واخر اللحظات، تميم العبد الله واخر الفرص، وفي هذه اللحظات اكيد انتهى كل شيء، انتهت كل الدقائق وانتهت المباراة بانتصار رياني بثنائية مستحقة سجلها كل من محمد المري وتميم العبد الله في الشوط الاول، بينما الجولة الثانية تنتهي كما بدأت بالتعادل السلبي 0-0. مبروك لنادي الريان وصول إلى النقطة السادسة حتى أوفر لنادي السد فيما تبقى من الجولات. أتمنى مشاهدينا الكرام أن تكونوا قد استمتعتم معنا طيلة تفاصيل هذه المباراة. هذه أجمل تحية نور الدين إيتالي، على أمل أن يتجدد الملتقى في أقرب المواعيد. انتقل الآن بصوت الصورة للزميل عبد الله. عبد الله تفضل وضيفك.